تجري أحداث هذه المسرحية في شهر تشرين أول 1980 أو تشرين أول 1979 أو تشرين أول 1978، حيث لم يتغير إجمالاً الوضع السياسي النفسي العام. المستشفى التي تجري فيها أحداث هذه المسرحية تقع بالضاحية الجنوبية من بيروت، فنرجو ألا يزعجكم الصوت الذي يسببه مرور الطيران المدني المتواصل فوق هذه المنطقة. أكدت مجدداً مدى صوابية توقعاتنا السابقة ورسخت تبعيتها التامة للاستعمار وللإمبريالية. المتحالفين مع الصهيونية تاريخياً، يعني هذه شغلة مش إن مجمل المشاريع الاستسلامية تتحطم يومياً وإلى الأبد على صخرة صمود ثوارنا الأحرار، وإن دوائر التآمر الأمريكي ناشطة لتبديل الأساليب والأدوات للدفع بعجلة الحل المجتزأ الخياني إلى الواجهة السياسية. إن الاستعمار لم يتعلم من الدروس التي تلقنها في فيتنام وفي أنغولا وفي 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 عفواً، ولم تتغير الخطة المرسومة برأيك؟ إطلاقاً لم تتغير الخطة المرسومة، تغيرت الوسائل، وهذا ما نعيه اليوم تماماً.
إننا اليوم كحركة وطنية 75% من الأراضي اللبنانية متلاحمين مع المقاومة الفلسطينية في خندق واحد ومستهدفين نظراً لجذرية هذا التحالف الطليعي الذي هو طليعة حركة التحرر العربي الشاملة، طليعة الجماهير العربية الواسعة المضللة في نضالها الشاق ضد إسرائيل رأس حربة الاستعمار والإمبريالية. كنا وما نزال نعي تماما أن الأنظمة العربية كلها وعلى حد سواء رجعية كانت أم تقدمية إنما هي أنظمة برجوازيات عسكرية، وهي دائبة على العمل لخنق حركتنا التحررية المتعاظمة يوما بعد يوم، لأنها أصبحت تؤدي مصالحها في أشياء. فما كان علينا إلا أن حملنا السلاح لمواجهة هذه الهجمة الشرسة. شكراً رفيق نزار. نسمع شوي منشوف إذا الصوت واضح. نسمع. خيري. شو خير إن شاء الله؟ علقانين أهالي حاصبية مع النرويجية. النرويجية؟ أي ليه؟ والسنغالية دخلوا بالصلحة. السنغالية؟ كفر مش مسجد شيء؟ يمكن نسينا نكبس هيدا الزر الأحمر لأنه مش مسجل شيء. بتحب نعيد؟ منعيد من جديد عن جديد، بس اكبسه إذا أمكن. في سيارة بيجو بيضا واقفة تحت. ايه شو يعني؟ بعدها واقفة. وإذا واقفة؟ صار لها من عبكرة واقفة. ايه شو فيها يعني؟ فيها متفجرة. لا ما فيها شيء. خلي يشوفها الخبير أفضل، لازم تبلغه عنها لأنه أكيد فيها شيء. ما بدها خبير، ما فيها شيء. شو بعرفك يا عمي؟ مش مزبوطة وقفتها من عبكرة لهلأ، شو هالوقفة هيدي؟ لا ما تخاف، طمن بالك. يا ربي، شو بدك إياها تفع فينا يعني؟ لك ما رح تفع فينا. طيب الخبير لشو الله خيله؟ مش كل سيارة واقفة بدها خبير يا قاسم، هيك بدك تضل مرعوب كل النهار؟ مش معقول كمان. انه اذا تاكدنا منها شو بنخسر يعني؟ يا قاسم يا حبيبي يا تقبرني. شو خي ادوار؟ شو؟ لا بلا لعب. محمود بلا لعب. محمود بلا لعب. محمود اسمعوا يا ابو ليلى، بتعرفوا بيتضايق من هالكلمه، شو بدكم فيه؟ حلوا عنه. عم نساعده ليصح يا مس. شو ما بده يصح؟ عم تساعده ليصح؟ بده ضله هيك يعني؟ يعني شيء اتقل من دمك انت وياه بعد مش شايفه انا. اها هاي. أهلا، بعتتني المسعيدة مشان أخذ محلك ولا تطلعي أنت على القسم خمسة. نشكر الله، خي دخلك شي بموت. أف هالقد يي بتفرجيني فيها شون شوي؟ تعال تفرجي. تعال أصفر حسون وضع. عندك أول شيء أبو ليلى وعمر. أبو ليلى وعمر هول اثنين مشلقحين هنيك، هول أدمنوا على المخدرات بالحوادث، موقوفين كانوا، صار لهم فترة عنا بالمستشفى، نظفنا لهم جسمهم من كل هالقضايا، وهلأ ما بهم شيء أبداً، طبيعية مش بقي لهم كتير بقى ليطلعوا، بس لحقي عشليغة معهم هول اثنين. ما عندهم إلا فيتامينات. فيتامينات إيه. بعدين عندك إدوار. إدوار هذا القاعد يابا، هيدا مسيحي ومع قدر. شوف دخلك هيدي عندكن اللي بيلزقك على الايمن بتضره الايسر؟ اي نعم يعني. طيب واذا عاد لزقك على الايسر شو بتعمل؟ قايلين شي؟ لا ما قايلين، بس اجمالا يعني بترجع بتضره الايمن. حلو، يعني بيقضيها كفوف كل النهار الواحد. ايه بس بيطلع على الجنه.
والله وضروري يطلع مورم على الجنة. والله هيك ما معرف بس الله. ما بيعمل بكرة ترجع بكرة خبرنا. بعدين عندك عبد الأمير. عبد الأمير هيدا اللي قاعد حد الطاولة حامي الميكروفون أول واحد من هون. هيدا أستاذ بالجامعة بعلم منطق وعم بيعمل كتاب بده يوضح المؤامرة الحقيقية للعالم. قال بيعمل كرايزي منيح هيدا. واللي قاعد معه نزار بالحركة الوطنية كمان بيعمل كرايزي. بعدين عندك رشيد. رشيد هيدا بضل فايت ظهر لجوا في شباك جوا بيتنقوز ما بعرف بضل جوا. هيدا مش معروف شو بده. جابوه على اساس هجم على زلمه ما بيعرفه ماشي على الطريق وضربه. ومره كمان هجم وقف السير بالحمراء. هيدا بيعمل كرايزي. وعندك اخر شيء هاني. هاني هيدا اللي عم يتمشى معه كمانجا. هيدا كل النهار بيسحب تذكرته بفرجيك اياها لازم تشوفيها وتقولي له روح الله معك ليمشي. معقد يعني من العياط والاوامر والحواجز والشغلات. هيدا كرايز ما عنده بس بعل القلب. يعني تسعه كلهم. تسعه ايه؟ وانت اذا صار معك شيء فواز مسؤول هون بالقسم. دهيله دغري بيعرفه مني هو. اوكي. يا شباب يا شباب هلا اللي بده شيء او عايز شيء بقول للميس زهره. اوكي اوكي شو بدك ادوار؟ هيدي زهره شو مسيحيه ولا اسلام؟ خلصنا من هالسؤالات يا ادوار. بدي اعرفها. مش رح لك ما بقى تفكر بالاشياء. المسيحيه خايفين يا اختي. ييه يا ادوار روح لهونيك روح. هنا تكمن القضية في مختلف جوانبها. لا حول ولا قوة. شو يا زفين؟ ليش قاعد وحدك؟ ستيريو. اسمع ستيريو. الزهرة؟ نعم. هلا الأمن. ما في أمن. في أمن؟ يعني لا مش 100%. إلا للمسيدة. بتقلي ما تخاف ما في شيء. إنه هي بتروح وبتجي. الخوطة هالمرأة. لا يا قاسم بيضطر يروح ويجي الانسان اوقات بس بينبه قد ما في. عشو بده ينتبه؟ حددوا له. انا كثير بنتبه بس حددوا له هالمتفجرات هيدي والاشياء. يعني مزبوط في اشياء ما بيقدر يعرف للواحد. لازم بالاخبار يقولوا عن الاخبار قبل ما تصير مش بعدين. كيف بدهم يعرفوا؟ شو بعرفني؟ يشوف يتصلوا يعملوا اتصالات. تفضلي هيدا زفان مرتين فعولوا محله هون وهونيك مش حرام؟ معلوم حرام. خبرتني هلا المسيدة. يعني لو انا منتبه قد ما فيه ومارق قدام محله شو كان صار فيي؟ هلا هيك قاعد تفكر انت؟ فكر بصاحبك زفين كيف تضرر محله. وين محله؟ طار محله يا دي عن الشوم. واحد جمعه اثنين محل شوفي كله مكنه امبلي سبيكر كاسيت ستيريو فازيكل. مشانك محمد مشانك مسيح تعال اسمعي موديل جديد ستيريو كله صوت تمام طالع من هون من هون ستيريو حلو كويس شو هيدا صوت قوي تلفنت الطرمح من هون رايح شوف طرمح التاني من هون ستيريو اسمع ستيريو طالع تمام من هون من هون يلا ستيريو. منيح اللي طلعت بالمحل يا زفان ستيريو شو محل عم بيقول انت كمان ارماني ستيريو جاسوس هون كيف هذا جاسوس شو بدك فيون ستيريو محل مشينك محمد محل مشينك بصير حبوا ببيعوا هذا بصير جاسوس شو بدك فيهم؟ هن جواسيس، المهم انت تروح وكل شيء بيرجع يتصلح. استريو قلها. بأمركم يا اخي، شو بدكم؟ ازحف؟ بزحف. وحياة أختي الضو الواطي محروق مضوى العالي لا أدرقش عم مش قاصد شي وحياة أختي وإذا أنا مختي بأمركم تفضل يا أخي يعطيكم العافية بمشي روح الله معك يا يا مس زهرة نعم ممكن تشعلي لي هالسيجارة ما تصغري إذا ممكن من بعد أمرك إذا ما في إزعاج يعني إن شاء الله ما أكون زعجتك. يسلموا هالبيت. يعيشوا. دعيكي أبو ليلى بالخدمة دايما هون. ميرسي كلك لطف. الله يحفظك ويخليني ليك. الله يرد عنك والله. وخينا عمر، خينا عمر كان عنده أوركسترا البلاك فينجرز إذا سامع فيهم القديم شوي. تشرفنا. وبعرفك كمان على الأستاذ رشيد.
ملك السياحة اللبنانية يا شيخ. الله عيوني حبيبي الله. خير رشيد؟ يا ابو ليلى بحيات شبابك. خبرها للمس كيف نزلت ووقفت السير بالحمراء. بحيات اللي بتعزه من الاول. اسمعي لك من الخبرية. وقت نزلت ووقفت السير بالحمراء. حمراء وقفته. ايه شو كيف الا خبرها كيف وفتك وقفته. راهو لا خبرها الخبرية مزبوط كيف كانت جاية وكذا وظهر وظهر. هلا بعدين كفيلة. أهلا مسعيدة. لا عم قلك خبرها الخبرية كيف صارت بالتفصيل. شو بيك سطلتها فرد مرة؟ تفصيل؟ ايه. شو تفصيل؟ سار جاي صب مني. سار قوي جاي صب مني. وفتك وجارتك بالملكوت البلد عم بلك وظهر. ظهر قوي ربكن اللي عملكن اللي سواكن يعني زفرت بالحديثة. زفرت يعني؟ زفرت منيح والله. عم تخبرني اياها لالي؟ ما بعرفها القصة انا خبرها اياها لالك. اذا بتريدوا الدكتور بيعتذر منكم ما رح يقدر يشوفكم اليوم. بيشوفكم من كل بد الاربعة بكرة. والادوية منضل عليها من اليوم للاربعة. واضح؟ واضح انما ليش للاربعة؟ ليش هالمماطلة؟ هيدا كل وقت عم يمرق ونحن عم نقتحبوه. مش بالحبوب تنحل القصة والرفاق كلهم متزمرين من الحبوب. أنا ما شايف حدا غيرك عم يتزمر. لا أبداً. احكوا يا رفاق شو بيكون؟ هاي الأستاذ عبد الموافق طبعاً وهي رشيد كمان. إلا قولولا قولولا عن شو؟ أنت ما قلت إنه الحبوب ما عم بتفيدنا وبدنا الحكيم يقبلنا؟ حكيم يقبلنا؟ مين قال لك يقبلنا؟ ما قلت انه الحبوب ما عم بتفيدنا وبدنا الحكيم يقبلنا؟ حكيم يقبلنا؟ خلي يقبلنا لا ما بيقبلنا ولو خليش ما رح يقبلكم الأربع. وليش مش اليوم؟ لو قادر اليوم كان بيقبلكم. ليش شو عنده؟ شو عنده؟ ليش هالاستلشاء؟ أنا في مؤامرة بين إيدي من أعقد المؤامرات. لازم كلكم تساعدوني ونتساعدوكم لتساعدونا من ساعدكم كلنا. استلشيء ما في. الدكتور صار مقابلكم كذا مرة ولا لا؟ إذا ما حدا قول استلشيء وعم بجاوبكم على سؤالاتكم بس أنتوا مش عم تقنعوا. أنا بقنع إذا شي منطقي لوجيك. أنا إنسان لوجيك. تك تك تك. وليش الدكتور مش عم يحكيكم منطق؟ دكتور فايد المنطق. بسأله بقول لي هاي مؤامرة كبيرة عملوها علينا وهالدول الكبيرة ومؤامرة أمريكانية. فكروا إنه جوابني المسكين. شو جوابني؟ بده يقول لي شو هي تك تك تك. هاي غلطته هو ولازم قابله لفهمه وين غلطته. عم فهمكم. اذا بدكم ترجعوا لوضعكم الطبيعي لازم تقنعوا بحديثه. شو لازم؟ كيف لازم؟ خلي يسمي بالاسامي. بدي مؤامره بالاسامي. العالم بدها الحقيقه. ما راح ارضى اعطيهم الا الحقيقه. بشوفكم الاربع وخلاص. وانت جاي الحكيم الاربع دكتور عم يدفنا. واضحة عم يدفنا. وإذا فكروا بالحبوب والقبر رح أنسى شو في براسي. بطمنكن جميعا أنا واعي عشي كل شي. هالمؤامرة بعدها مش معروفة شو هي. أنا قلت لك شو هي. قلت لي رأيك وأنا بحترم رأيك. بس صار في عندي كذا رأي عم قلك. مش معن على بعضهم برجع على الوضع مثل ما هو. لك ما هيدا الوضع أنا هربين منه لأنه كله أراء بالمؤامرة مختلفة وما بتفلش بينما المؤامرة فلش. هيدا هو الوضع اللي خلاني بالأساس بلش فكر شو هي. بدأت بالكتاب جيت سألتك أعطيتني رأيك وأنا بحترم رأيك. بس صار في عندي كذا رأي عملها مش معنى على بعضهم برجع على الوضع مثل ما هو. بدي ضل فكر شو هي. بدي اعرف شو هي. ما انا شو عم بعمل؟ عم بعمل التاب. التاب عن شو؟ التاب عن المؤامرة. شو هي المؤامرة؟ ما بعرف. مؤامرة اكبر منا يا استاذ عبد. نحن ما فينا نعرفها. لا من قال لك ما فينا نعرفها؟
بدنا نعرفها ورح نعرفها لهالمؤامرة. طيب. مؤامرة ويلا ومشين ومؤامرة ومؤامرة. لك شو هي هالمؤامرة؟ لك عبي عبي شو المؤامرة؟ أنا راح أعرف شو هي. فوي شو هي؟ الحقيقة الحقيقية الوجوه. بديك شوف كل الوجوه. هيك المفضوح. فضيحة كبيرة راح افضحها. ياي مالها فضيحة كبيرة. المفضوح. راح افضحها. بدنا تنكشف كل الوجوه. كشفولو كشفولو. بدنا نضل مثل الاولاد الصغار انه في بعبع يا با. في مؤامرة. شو هالمؤخرة؟ رو طول. بس يا زفان. مؤامرة مؤامرة الرجعية العربية بالتواطؤ مع العنزلية لضرب المقاومة والحركة الوطنية. هيدا رأيك يا خي. أنا بدي الحقيقة. هيدي الحياة. عم تفلش يا خي. مش عم تفلش. بلا عم تفلش. عم تفلش 75% من الأراضي اللبنانية. اتركه يرتاح. عم تشارعه ونايم. بعد هيك روح يا أستاذ عبد. يا خي عبد نيال قلبك على هالنكزة. هالمؤامرة لسوء الحظ بعدها مش فالشة. مش فالشة وأعني الحقيقة وليس المؤامرة. المؤامرة فالشة من زمان وهيدا شيء منتهيين منه. إيه ما في نظرة ونظرة كذا نظرة. كل هالنظرات للمؤامرة مش عم تفلش لأنه هي مش نظرة. النظرة نظرة. هي مؤامرة بنفس ذاتها فلشت. والنظرات المختلفة عليها جاية بالضبط من فلشة هي عن نظرات اللي مش قادرة تفلشها ومختلفة ع فلشة ولك من فلشة هي عليون. عرفت لي كيف أستاذ رشيد؟ عرفت لي كيف يا أستاذ رشيد؟ مهم إنه يكون شي منيح. شي منيح؟ شي منيح طبعاً. هيك أحسن شي يعني. شو رأيك أنت؟ شوف أنا ما بعطيك رأيي. أنا بفرض رأيي. أنا هيك بالطبع بفرض رأيي. لأنه هذا مش رأيي. هذا شيء ضابط من الفلا وببين يعني. بس يصير ببين. دغري بطلع هيك دغري ببين. لك أنا ما فرق معي يعني. بحكيك صراحة ما فرق معي يعني. شو ما قلت لك ما فرق معي يعني. بروح بيجي ما فرق معي يعني. وين بدك مين؟ إلا مثلا بروح كله من جميعهم من فرق معي يعني. أنا وصلني خي خلاص الله مشينا وصلني مشي حالنا. فيشيني طمرنا. ما فهمت دلوقتي. شو بتقصد؟ خلصنا؟ شو بقول لأنه جاي واحد تاني إنه أنا رشيد غيري. الجاي فايت فيي عم بقول لي شو بدك فيهم للعالم مش هن إنه الطوق. شوف الزعم عم بقول لي إنه يابا شو الزعم عم بيستغلوا الشعب. شعب معطر شو فكره وعارف وشكل متعمل شي يعني. بفوتنا مطلع مني كفي مع السير سيارات عادي مش عم صلبية آخر شي. روح زمر شو روح كفي عبيطه. ما بده هو إنه يصير شيء. عرفني بدي كسر الأرض وأحرق دين العالم كله. بدي شل الأفكار مخي لنا. بس ما أدر عليه بطحه. مين هو؟ حطه بالأرض بطحه. مين هو؟ قال له تعال رشيد. رشيد بطحه. قال له تعال شو عم تقلي له؟ شو عم تحكي له؟ ما طبلت لي مخي ولك النار زعمة وزعمة وزعمة في زعمة وفي عالم كمان. مظبوط يا خي؟ مظبوط. ابو الجواهر شو زعمه ولا علم؟ هات شوف احكي. مين ابو الجواهر؟ احكي اصلك انت. ما ابو الجواهر عالم وضد الزعمه كمان. هز ولا كلمه. مين ابو الجواهر؟ ما تحكي ولا كلمه ابدا. هيك بدنا نشتغل؟ اذا هيك مبلشين كيف لا تاخذ وجهه لانت؟ مين ابو الجواهر؟ مين ابو الجواهر؟ ابو الجواهر. مين ابو الجواهر؟ ما بتعرفوا ابو الجواهر انت؟ لا. ابو الجواهر بالحي عندنا احداث حوادث لبنانيه. نعم. هو القائد الحي يعني. وشو القائد؟ زلمه مثله مثلنا مش انه شيء ملكوت يعني. بس مثلا
كيف لقل لك مثلا نخوي طلعت من النص تلم اجا مثلا نقول مثلا ساوى زبط الشباب لنقول عمل لنقول ما عمل لا مثلا عمل شيء شيء من انه لا شيء شيء من لا شيء شو فيك تقله يعني ما فيك تقله شيء اجا انا كل ما تهدى شوي اجا اسأله شو ابو الجوار كيف شايفنا الحالة شو اللي هو اللي مش نظيفة مش نظيفة طب لا من اللي هاي عمدي الله ما راح بتروق إلا ما يصير البناية جديد مين عم بيحكي أبو الجوار يعني مش إنه نكرة يعني قد ما كان مثلا زلمة شغلني بالحراسة اشتغلت بالحراسة أنا صرت أتمشى مثلا ما فرق معي أنا عرفت كيف نقول شيء مبينين مبينين فرق معي مثلا من إني جيت شفت قلت له يا أبو الجوار هذا أبو أحمد تزبط حاله والله فتح محل عصير في حركة مبلشة بالحاج شو ولي العلقة عم تقول لي ما شايف في علقة قال لي وزه شو واقفة أبو أحمد دي في علقة عم بقول لك الشباب كلها ماتت كرمال شو مثلا بالفعل يبعت شباب على الأسواق وراح منيعة مش لنقول مثلا واحد اثنين راح الشباب الشباب الطيبة راح منها منيح أخي بس من مال أنا عم بسمع له من مال مثلا بتخذني عم بروح عم بيجي عم شوف عم بختلط هيدا منير حلاح لله فتح عم بلحم ماشي حاله والله من جهاله استغبينا لك استغبين مين كان بيقول استغبينا استغبينا بليار فطع والله في شغل استيكات شغالي كله شو أبو الجواري اللي مسكين تركوا يشتغلوا انت شو فرق معك ما عارفني انا راح تخرب فوقاني تحتاني بعد والله لا تردم عم بكرت أبيال بلا يعني عم بكرت أبيال شفت انا الدشكيات 106 107 بالحائل مثلا ما معقول تمضى على سلامة في دبكة قوية بعد عم بيحكي أبو الجوار عم بيحكي عن الصواب الزلمة مظبوط يا أخي مظبوط مظبوط وز بين ليلة وضواحيها مشرف أبو الجوار شوف إيه لا بتعرف ولا بيعرفك ما بتعرف مغير خالص يعني جاي عم بكرفت للعالم شو العالم شو الشعب شو البوطة يطلع فيها هيك ويسمع طب ما كان بالزعمة هذا أول شيء لا نقل على العالم نقز قلبي أنا نقز قلبي منه ترك اختفى أبو الجوار وين أبو الجوار ما حدا بيعرف يعني. تعال نشوف أنت مثلا مين شايف وحكي ويالا نقول مثلا ما في حدا عارف شيء ضعنا صراحة يعني تخذ مثلا مسؤول مسؤولية نعم مسؤولية المسؤولية مسؤولية مسؤولية كبيرة هلا ماشيين بها الحراسة بس وسكت شو الحراسة مثلا ما نعرف نفسنا عشية محددة همدي ولا علقة ولا روقة شوية ما حدا عارف شيء لحظة 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 لسجل لسجل الحديث اللي عم تقوله شو بقى تسجل الحديث اللي عم تقوله لحظة بس لازبط لحظة 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 عمالك عمالك تفضل عم بيشيعوا واحد راح ثلاثة ليك إذا كانوا عم بيشيعوا هول ثلاثة كم واحد بيروح معك دقيقة هات لشوف الله ايه ولك تسعة مفهومة يا سلامة ولا عشرة ولا تريش نسيت الأولينة واه شو بك انتبه يا عمي شو في بلكي صار شي فجأة لا هي قاسم شو بده يصير شي فجأة هلا تفضل ولو يا قاسم تفضل استاذ رشيد استاذ رشيد يا استاذ رشيد تفضل 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 بس اذا ممكن تعد لي شوي اللي قلتن هلا تفضل تفضل عم بتسجل الله نعم نعم ماشي ماشي تفضل ايه روح روح يا عم شو انت عم تعمل هون ده كان حكيم انت بالزمان تفضل تفضل كف نعم نعم ماشي تفضل أكبر راس قد ايه بده يكون مكسلن يعني مكسلن يعني أكبر راس قد ايه لو قد ايه بدي كسره فهمت لا يا خي اللي قلت لي هلا من شوي قلت لي اياه هون شو قلت لي مش انا انت قلت لي ما كنت عم تقلي كنت عم تقلي بك تسجل ايه ما عم نسجل تفضل يلا فسا وني مفقوسه 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 تفضل ديرا نعم نعم تفضل تفضل شو عن شو بنحكي قصه
أبو الجواهر. أبو الجواهر. بورتو كف بورتلو. لا يا خي مش هودي. بلا سمعني صوتك. سمعني صوتك. مش هودي مش هودي. صور لك. مش هودي. تعالوا لبي يا هلا. يا خي وحياه الله خير. هذا الحديث من اساسه مزال سيف لا انت بامركم الا يا محمود. يا محمود يا ابو ليلى ايش بتريدوا؟ ادوار ادوار مين هذا محمود؟ كلهم. مين كلهم؟ يعني مش هو بفرد واحد في منيح. هلا الاسلام مش كتار محمودات كلهم هون بالغربية حد بيتنا كلها محمودات. شو عم بيصير؟ بدهم يخلصوا مني وأنا وحدي. مين قال؟ بلا هلا الإسلام مسيحي شيء مش مسيحي ها محمودات كلهم. شو بيعمل؟ أستاذ عبد؟ أستاذ عبد؟ بعرفك مشغول بس بدي أخذ من وقتك دقيقة معلش. أهلين تفضل. خيي؟ نعم. أنت هلا عم تشتغل بهالكتاب وبإذن الله إنه على أساس بدك تكشف هالمؤامرة وعم تفكر تسمي بالأسامي وما أشبه ذلك. ما هيك؟ بالأسامي أيوه علنياً. علنياً؟ عال كتير عال. هلا أنت بس تستقر بإذن الله على الأسامي. نعم. إيه ويجهز هالكتاب بشكل نهائي. وين فكرك تنزله خي عبد؟ على المطبعة. إيه على المطبعة مش مختلفين. هلا نزل إيه وطلع من المطبعة. مطبوع خالص. إيه وين فكرك تنزله؟ سمعها هيدا اللي مرقة؟ أيوة. إيه وين فكرك تنزله؟ وين بدي نزله؟ بدي نزله بالبلد. والله طبعاً بده يتعمم على كل المناطق. أنت مركب جسر لأسنانك قلت لي؟ نعم. إيه بزتوك تحته. كيف يا أبو ليلى؟ وليه ما فيك تنزله؟ ليه ما فيك تنزله؟ إذا مسمي حدا بهديك المنطقة ما فيك تنزله بهديك المنطقة منطقياً يعني. وإذا مسمي حدا بهاي المنطقة ما فيك تنزله بهاي المنطقة. كيف إذا مسمي بالمنطقتين؟ ليك خي عبد خي عبد ليك نزله بالمنطقتين وروح فز عن سعد حداد ما إلك إلا هيك. بالعكس يا أبو ليلى لازم يفلش. وليه حش تفلش بقى؟ بيفلشوك بيفلشوا حريمك وهو. أنا بتحمل المسؤولية. إيه بتتحمل المسؤولية بس ما رح فيك تتحمل الدكة. لك ما أي إنسان رح يتعرض لي ما رح يفضح نفسه. وبتوقع الفضيحة ساعتها وبتنكشف الوجوه على المفضوح. والله هيك عرحتك. إن شاء الله الله يفضح بوجهك هيك يعني بركة. عيامك ما تغلط يا أبو العيام. عيامك المعدودة. هيدا الكتاب إذا طلع بجني فظيع رح يطلع. يا أستاذ عبد هلأ شو بدنا نحكي؟ لأنه إذا طلع فظيع والله بياخذ العقل رح يطلع بيطير ضمن انت. شو بك يا ياسين؟ شو في؟ ما في شيء. حشد الله تنقل. ما في شيء. ما في شيء خلاص. شو في هالتجمع هذا؟ شو في؟ تفرغ روح تفرغ فيها روح. يا شباب من بعد أمركم وقفوا لي الأحاديث وتفضلوا عن النوم إذا بتريدوا. بدنا ننام بكير الليلة. ليه يا قلبي؟ لأنه الدكتور جاي بكرة على بكرة يقابلكم. أفضل تناموا بكير لتوعوا منشطين وتعرف شو وقت تقولوا له. يلا لشوف. في تلفزيون اليوم؟ لا 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 لا. عم تغير رأيك بين تكي وتكي يا رفيق نزار. ساعة بتقلي المؤامرة على الجنوب، ساعة على العرب، ساعة على الفلسطينية. مش كل رشقة بيطلع تعمل لي مؤامرة. مؤامرة وحدة فيه. مؤامرة وحدة إيه؟ بس كل الباقي بيتفرع منها. لا تقوم تفرع انتو ايه وخذوا الحدود يلا. شو توفيت دغري انت؟ في امركم يا خي. انا قلت خليني نام بكير وقوم بكير. ها بدي شوف الصحة كيف بتصير. ما خبرنا عنها. هي مسعيدة مش الحال صاروا بخدمتهم. بتركز ينبغي التأكد من صحة
محمود رياض بتسلم عليك. شد انت خلاص يلا. كان في مسلسل لمحمود سعيد. تمسك بالإطاحة. هنا العلة. ولو يا أستاذ نزار. أيوة رفيق. بدي أسألك سؤال يا حبيبي. تفضل. تقلع حضرتك بالحركة الاجتماعية عم بيقولولي. بالحركة الوطنية اجتماعية هي كمان فيك تعتبرها اجتماعية فيك تعتبرها. شوية لشو الحركات هاي. هيدي للمجتمع، تطوير مجتمع، نضالات، تصدي للمؤامرات الإمبريالية للرجعية، كله كله شيء بس عم بالمجتمع يعني. طبعا والله لك أنا شيء كتير يعني بحب تشجع الشيء. شكرا رفيق رشيد. الله يخليك. الله يخليك. الله انتو وين صار مركزكم بعدكم فوق بدارو؟ بدارو؟ مركز تبعكم الجمعية الحركة الوطنية. حركة الوطنية. مش فوق على البويك هي؟ شو بويك بدارو رفيق؟ مش تابع للنعاش الاجتماعي هي؟ لا رفيق رشيد. انت بتصور مثل هلا 75% من كيف بتكون هالطوايف عم تنضم على بيوتها؟ وكل طايفة هيك مركزة حالة مخيمة بمطرح. لك الطوايف يا زلمة. هين الطايفة؟ حدا بيقول لك طايفة؟ خارطة لبنان. طايفة مزبوط؟ ايوه خارطة شو؟ خارطة لبنان. ايه وحوك بقى كمية طوايف كل وحدة واحدة طايفة. ايه وطافوا على بعضهم يا معلم. يعني شو؟ استثني. وكله من 3 ملايين نسمة يا زلمة. مين مستهونون لل 3 ملايين نسمة؟ بدنا نستثني. نحن أيام التنسيم يا أبو ليلى نسمة واحدة. تفطل مزبوط بالغرفة كانت تصطحنه. فكيف 3 ملايين نسمة؟ عم ينغلوا كلهم سوا وكل نسمة شكل. يا شباب بلا حكي إذا بتريدوا ناموا. يا ربي شو هذا هلأ؟ بيكون شي انفجار ما في شي. نام يا قاسم. راح ضحايا؟ شو بعرفنا هلأ؟ بكرة منعرف. رشيد هل الواحد ينظر حياته؟ رشيد نزال ما في شي. عبوة عبوة سمع عبوة لشو ما تمرينه؟ الله يا نزار. ايوه رفيق رشيد. خي الله يرضى عليك ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها. ليه 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 ليه؟ لانه بيجيبوا صراصيره ودقيه ما بقى تحط لي مكتب كل يوم كل قوم وفوت نام صير احلام انه بلدنا صارت بلد. قوم وفوت نام هالايام حاربي سكرها ولد. هاي بلد لا مش بلد هاي قرطة عالم. مجموعين مجموعين لا مطروحين لا فوتنا مو زي رحلة منفوت
شي يلا قوام وتغطى وسمك الحرام وتمسك بنفس الكلام تابع برامج بالسكام كل أغاني عن الوحد الوطني كل أماني بالمسيرات الأمنية كل تهاني في صيغتنا اللبنانية ومفوتنا ما هو 3 ملايين عالتخمين هودي اللي جوا البلد والباقيين مفرطين كل شوي في بلد اي بلد لا مش بلد اي ضرطة عالم مجموعين مجموعين لا مطروحين لا مضروبين لا مقسومين انفتنا مصير احلام ما بيقولوا بونجور على بكره يا هاني؟ بونجور يا اختي بيامركم فوت غسل وشك يلا وفرك سنينك يا عدرا شوفي في شيء؟ لا ما في شيء ولا نقستي؟ انت نقستني صار شيء بالليل؟ لا ما صار شيء كنت واعي انت؟ ايه معلوم انا كنت نايم لانه ما انتبهت رتب دختك يلا يقطع عمرك نقصني منيح صح النوم استاذ عبد صحتين صحتين تفضلي هاي كيفي تمام وانت ميت ناس جسمي كله مكسر عيونك تعبانين انت جاد ما انتبهت مبينين كثير مبينين ايه حطي كولير هلا بجيبك من عندي ما تعذبي حالك شري معي واحد هون شرفي وحياتي عرحتي بليز بتوعيهم تقبريني لحد رفياش انا يتك عيونك ولا لا حبيبي انت اللي استيريو انا كل واحد عم تلعبوا على حبلين انت حبلين ما في حبلين انت استيريو يا حبلين رشيد قوم حبيبي يلا رشيد قوم حبيبي يلا ابو ليلى واعي واعي بس انت بتخلوا حدا ينام يلا قوم الساعه 9 7 والله ليش من قال لك بدي يوم 7 شو عندي 7 تركي انا ابو عين قوم يا أزنفور قوم كلم دليدة قوم هذا اليوم غير نهار ما هيك بعتقد والله على الارجح ما بعرف صباح الخير يا كيفك شو سمع عن الاخبار استاذ رشيد شو خير شو سمع عن الاخبار في تفاؤل في تفاؤل في تفاؤل قوي كتير ان شاء الله الله يسمع منك يا رب ما في ابو المره راح يضل واقف على اجري ابدا لا يا استاذ رشيد ما اعمل لك عمي يا ربي ليش دخلك بتضلوا هيك ميتين انت وياه قوموا هيك دغري غسلوا وشكم فركوا سنانكم عودوا حالكم على الشغلات بلا مواعظ على الريق الله يستر على العرضية مش مواعظ هيدا المصبوط والله معقول كتير يا اختي انت عم تحكي هيك يعني انت ايجابية بهالحياة بس نحنا سلبي سلبي عرفتي كيف يعني استفلو ايه وخاصة على بكرة اسا
استاذ عبد ما تفردهم هلا اذا بتريد، جاي الدكتور هلا، بس تخلصوا انتوا وياه بتفردهم كلهم قد ما بدك. اوكي اوكي. شو هيدا؟ رصاص. شو هيدا؟ صباح الخير. اهلا فواز. اهلا اهلا استاذ. اهلا. شو كيف معنويات الشباب اليوم؟ عال عال استاذ. يلا بكره اسالك. شو كيف يا ابوني؟ هذا صار جوا. شفته؟ عجله نصبوني لجوا. ليه؟ ما بتعرف تجاروت وبدي صابوني ليه؟ روح روح قدامي لشوف. روح ليه؟ تعال هون. ايه مساعدة جاهزين. ايه اوكي. طيب اوكي. يشوفوهم بعيد. خليني شهله شوي. طالع الدكتور. شو على غسلته انتو؟ لا معلش غير مره خير. يلا لا شوف تحرك انت. هون جمع عندنا حمام. تحرك انت. ايش الجرايد استاذ عبد؟ قايلين شي عن الرصاص؟ لا ما بيقولوا الرصاص تبع اليوم بيطلع بجريده بكره يا قاسي. طبعا اجمعن اجمعن يا فواز. عدوا لي هيك لشوف. يلا بسرعه. نزار عبد الامير زبين قاسم عد خوتي. يلا لشوف وين الجرايد؟ يلا يا زلمه عشت خوتي. مش طبول. لحظه لحظه بدك ولك شد لي هالطبنجه من ايدك. خذها. يا واحد تربي طيران. سهل لك شوي. طير عندك. شو بنعمل؟ طير على التخت. طير على التخت. عربش عندك. يلا نشوف. خليكم قاعدين وما حدا يتحرك. يا رفاق اصحكم هلا حدا يتاثر بوجود الدكتور. احكوا الصراحه بشراسه. بشراسه نعم. لازم تنحسم اليوم لانه شو لازم الحكوم؟ ما لازم. انت مش مرضى نسيت فينا بالحكوم. اهلا دكتور. اهلا من سعيدة. لبي كامل الصابونات. تحب تجيب لك كرسي حكيم؟ لا معلش بقعد هون. روحك. هلا ويا كلمه وكلنا بنسمع الدكتور. رشيد ولا كلمه. عضل من 1000 محل هناك في الجوع. بتمنى على الكل يكونوا متابعين انا وعم بحكي. مش كل واحد يفكر بشي وحده. الكل هاني زفان. ما بدي الحكي يروح دعان ويرجعوا البعض يقولوا ما عم بحكي معكم. سامعين الحكيم هو عم بيحكي. حكيم ما بدي البعض يقولوا انه ما عم بحكي معكم. منيحك الله. منيح منيح منيح. هيك عم تسمعني الله منيح. معلوم حكيم. الله اصبر. ما بدي البعض يقولوا اول شيء حضرتك بدأت تحكي كان صوتك مش واضح. كان صوتك مش عم بيوصل. عفوا. هلا عم تسمعني رشيد؟ نعم حكي. هلا منيح. لا مش انا قبل عم بقول لك. هلا منيح. طيب خلص مشي الحال. هلا اول شيء بالبدايه كان ضعيف شوي. هلا مشي حاله بس بالبدايه. عظيم. هلا منيح هيك مثل ما عم تحكي واضح. لا بس صار احسن يا زلمه. هلا احسن. احسن ما عم بقول له. هلا اضبط من ايديك. بالبدايه شوي حكيم انت ما عرفت شفتها بتوسوست يمكن او شيء. بالبدايه شوي كان ضعيف. هلا مشي حاله. ما بدي البعض يقول. ايوه رشيد هذا حلو انه ما عم بحكي معكم وهملكم واشياء من هالنوع. فكروا انه المستشفى بدها اياكم تصحوا وتصيروا اشخاص طبيعيين مثل كل العالم وهذا همها الاول والاخير.
شانين العالم بيعرف في طقنيس وبيرجعوا بيمرقوا. قاسم مرة تانية إذا ما سألتك ما بتحكي. ما تسأل خلي كل واحد هلا بيوبل حق من بعيد مثلا نجي بتكلم معه. بس يا عمل بس تفضل يا أخي. شو عامل؟ سعيدة هويتها؟ صورة مين هلا؟ صورتها؟ هاي صورتها؟ هاي صورتي يا اخي. لا ما صورتك، هاي صورت مين هلا؟ والله صورتي يا اخي. ما صورتك خليك خلاص ما نعرف صورتك بالله يا اخي. هي صورتي يا اخي طلعت يا مظبوط يا اخي خلص هلا ما بحلق لك. شوف يا رشيد شباك شباك انتو ايه؟ شلوا يا حكيم يعني انه عينك بنت عينك قال صورته ما صورته صورتي وحياة الله صورتي يا خي اسمع لي حكيم تفضل املا املا رشيد رشيد دوار تفضل عود بشكرا محمود محمود طيب خبرني يا أدوار رشيد إلي يا أدوار كيف حس حالك عم دوا جديد مش حس بتحسن ما في تحسن رشيد روح يا حبيبي عم بحكي معه روح يا سلام ما في تحسن رشيد يا اخي بياخذ العبوب عم بيروح بالبول كله يا عبد الله يا ربي لا شوف عايزتنا شوف بدك فيه شوف شو ما بنقدر نحكي العيال بالمستشفى يا حكيم شو يا حكيم ايه دور يعني دوخة على الفاضي وارتخى بس هو بعده بضايقني بضايقني منيح يعني بعده محمود بضايق طيب 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 غير هيك شي جديد شو بدك تسني يعني هيك ليش خايف منه انا بحس كل الوقت بس شوف ناس قاعدين او واقفين او حي الله بحس انه دغري بدي اعرفهم كل واحد اذا اسلام ولا مسيحي يعني ضروري هالشي طيب هلا هون في شباب اصحابك اسلام بيضايقوك كمان بيضايقوني ايه مش صحابي مين قالك صحابي ليش طيب ما مثلك مثلهم وقاعدين تاكلوا بتتسلوا وعايشين مع بعضكم ايه بس ما قالهم رب لانه بيطعنوك بالظهر هني ببينوا على حالهم هيك بحبوني هلا هو محمود بحبني معلوم بحبك خلي يقولوا انه بحبني ما انت اذا قال ما بتصدقوا ما بصدقوا لا كون حمار اذا بصدقوا لا اشفقني اياها ولك ليش بده يصفك اياها ما نكون اخوه انت وياه والبلد رجعت وما بقى في شيء دكتور يعني بدك تقول صايره شغلتي هيك كل النهار شوف الناس اذا اسلام ولا مسيحيه لا عم بيصير في هالشيء انا بدي ارجع على شغلي بدي اشتغل شغلتي مش شغلتي هيدي ليش خايف منه انا هيدا لانك معقد بس اذا بتريده ما حدا معقد معقد شو بعمل انا معقد لا لا يا ادوار انت مش معقد طيب ليش الاسلام ما بيروحوا كيف لوين بدهم يروحوا يروحوا من هون يفلوا هيك يعني شو بيعملوا شوفوا شو بدهم يعملوا لا يا ادوار ما بيصير تضل تفكر هيك دكتور هلا انت بس تبقى جاي من الشرقيه ما بتخاف ولا نتفق انه هلا في اسلام ما بخاف لا مش مزبوط لا عم تضحك علي المسيحيه خايفين يا ادوار قلت لك وبرجع بقول لك حطها براسك كل حياتنا عايشين اخوه اسلام ومسيحيه هيك بيعملوا الاخوه ببعضهم شو الاخوه هودي هيدا لانه عملوا علينا مؤامره يا ادوار شو هي هالمؤامره مؤامره كبيره عملوها علينا تيخلفوا الشعب عملوها علينا بس شو هي مؤامره امريكانيه بدهم ياكلوا المسيحيه هن المسيحيه عزل نفسهم ما حدا سمح لك تحكي انت يا عبد عم تعمل كتاب نعم شو بين معك
ما يا خيي يعني شو بعرفني؟ يعني مش عم انه اريد كل الوثائق وعم بقراها دايما والجرايد كلها ليك الجرايد كلها في تقلبات بالمواقف ما بتلحق الواحد الفرقاء ماشي هيك وانا لاحو ماشي هيك وانا لاحو بيفتل يا خيي مدري وين بفوت بضيعه وفي تحيز انه المؤامر هيك تك 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 تحيزات انا مش ضد التحيز انا راح اتحيز بس بتجرد لافلش التحيز لوجيك تك 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 ما المؤامره تجرد واحد مفلوش بدي منكم تجرد من كل تحيز لنوصل كلنا سوا لها تحيز واحد بتجرد وضدها مش فيها ضدك او ضدي ضد وضد وضد فرض ضدها شو يعني هلا انه يعني هلا شو هي انه مؤامره مثلا انه على المسيحيه ولا على الفلسطينيه مثلا نقي لي وحده تحيز وحيزني معك بس بتجرد مؤامرة في انه بدهم يقسموا البلد مين اللي بده يقسم البلد؟ سميلي سميلي بكل روح رياضية انه فلان مثلا هو بده يقسم بحط له صورته وبنزل الكتاب على المفضوح بصير ما فيك هيك ما كل واحد عنده رأي يا عبد شو رأي؟ ما في رأي في مؤامرة ما في رأي بدي نزل المؤامرة بالكتاب مش الرأي شو عرأي ورأيك؟ انت شو رأيك؟ مؤامرة أكبر منا يا عبد ما حدا عارف الحقيقة اتركوني اكشف على الحقيقة تركينك مين لقطة ايه بس ما تتركوني بالمرة ليك حكيم ليش ما بقعد أنا وياك جيب عند زمان جيب عند زمان نقرأ هالوثائق كلها وين ما بدك عندك بالبيت مش مشكلة بروح معك وعشل سيت منكشفها بكل تجرد ومنخلص منها وأنا ببقى بفلشها بعدين يعني مش ضروري حضرتك تكون موجود شو رأيك شوف يا عبد هو هذا شيء مزبوط عارف بس الوقت يا ريت وقتي بالليل يا خيي بالليل رواق بالليل عشية افضل كمان ما يا ريت ما في وقت حتى بالليل لانه وقتي بكون شو عندك بيسا. شو عندك نقعد البلد مقسوم يا ابني فضح لك ولو شو عندك نقعد يا عبد مش هاي المشكله فهم علي بس حتى لو قعدنا مع بعض ما رح فينا نعرف بعرفها بقعد بعرفها عبد على المفضوح رح بدي اعرفها مشان العالم الوجوه بدي تشوف كل الوجوه على المفضوح سمي يا حكيم تسخن الطفل على المؤامرة سمي يا حكيم سمي انا عارفها بدهم يقتلونا بدهم يخفوا اثرنا محمودات كلهم لك ما حدا بده يقتلك هودي عملاء هون وهونيك هن اللي عملوا الطائفيه كيف عملوا دكتور عملاء الامريكان يعني هن مشوها طائفيه حسب المخطط مو مخطط امريكاني يعني هلا الوالده عم تقبض من الامريكان شو دخل الوالده الوالده خيي مثلا نصارى ما بتأجير ما تبحث يعني كله ولا النصارى ومع العلم بتقبض من الامريكان بالعكس انا اللي بعرفه انه الا مواقف ضد الامريكان الوالده لك هلا في ما بقول لك هالجيل القديم بعده هيك متخلف شوي بعقليته ليش والجيل الجديد كيف شايفه حضرتك شو بو الجيل الجديد الجيل الجديد يا ريس اولاد اخت اثنين رقير هالقد بالبوره خيي بطلوا يلعبوا ابطال حراميه اللعب كله هلا اسلام مسيحيه وهيدا الصغير ربيع بيعمل مسيحي دايما بيضلوا ملقح بالارض عم بقول لك والله قبل ما يقوصوا حموده بتلاقيه قلب وبيقلب وعقلبه مثل العسل ايه والله لك منيح هلا ان كان هون ولا هونيك في طائفيه ولشو عم تقول له للزلمه ما في طائفيه لانه ما في طائفيه ايه لانه في طائفيه لانه بالطائفيه ما عملوا مؤامره ما هيها في مؤامره على الطائفيه هالدول الكبيره علينا ما متفقين بين بعضهم الجماعه فهمت كيف الدوار ما فهمت شيء روح لمحلك لكن هي وين حكيم واذا بتريدوا ما حدا بيحكي بدون ما اساله ما في طائفيه نزار شرف شو القصه يا نزار قالوا لي عم تتزمر من الادويه انا اللي بشعره دكتور انه انا ما بني شيء بحكي مظبوط تحليلي كله مظبوط والاستاذ عبد سجل لي عده اشياء موجوده كلها وفيك تسمع مظبوطة جدا أنا سمعتها يعني
وبسمح حيلي أنا وعم بحكي إنه منيح مزبوط، بس ما في شيء مزبوط. كيف هيدا؟ دكتور أنا مش حجي. حجي؟ ليش مين عم بيقول لك إنك حجي؟ أنا وطالع وأنا ونازل توقفني على الدرج تسألني عن الوضع. تعرفني بشتغل بالسياسي. شو أستاذ؟ شو معقول يصير؟ مين هي؟ حجي يمشي هاد عنا بالبناية أول طابق. إنساني بسيطة. أيوة. أي أنا جاوبة إلا توقعاتي ومزبوطة سامحالي، بس ما عادي زبطت بالمرة إلا بدها تعلق تروق، إلا معقول تروق تعلق. آخر شيء أحلام تفكرني مش عارف شيء، صرت إلا ما حدا عارف شيء من شيء. شو يعني؟ صرت اتهرب منها دكتور. بس بتعرف لي دعستي هي، سيبي تلاقي لي عالدرج شو استاذ ما حدا عارف شي من شي. ايه بس بعدين انتبهت انه انا عن جد شو بدي بالحجة مش عارف شي من شي عن جد، يعني صراحة ومثل مثلها يعني، وعم بتهرب منها لانه انا صرت حجة، بس انا مش حجة. مش حجة لا يا نزار، بس هو الوضع غامض دكتور، غامض على الحجي مش علي. انا شو شغلي طيب انه هلا شو بدي يصير؟ تفضل عم بسال. ها 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 انا المفروض جاوب مش يسال. ما حدا عارف شي من شي يا نزار، ما تعملها مشكله. بلا مشكله. انا ما عم تعرف شي من شي، في اشياء مش عم بفهمها بقى. انا بعرف الأنظمة العربية بدها تصفي المقاومة والحركة الوطنية. جينا نحن والمقاومة على هالأساس في خندق واحد، قلنا للعالم كله بدنا سلاح لنقتلهم. إجوا هن عطلونا سلاح. شو هيدا؟ كيف هالشغلة؟ طيب أخذنا سلاح وجينا نزلنا في خندق واحد لنقتلهم. إجوا قعدوا معنا بالخندق والكلاه طلعوا من الخندق قال نحن معكم. يعني شو بدك تقولهم؟ مثل اللي بيصير ما إلك عين. ومنه تع فكر إنه بيساعدونا. إيه بس ضدني من الصفة. طيب وليش تقبلوا السلاح منهم؟ بدنا نوصل لهم. كيف بدك توصل الجماهير دكتور؟ نحن قايلين انه نحن مع عروبة لبنان بفرد خندق مع العرب. ها مزبوط. ونحن قايلين انه العرب بفرد خندق مع اليمين اللبناني. ها مزبوط. كيف بدها تزبط هيدين؟ قلنا بفرد خندق يعني. شو الخندق هيدا؟ كلهم متفقين مع بعض. لا مش متفقين. صار انا قاطط 10000 شهيد. هو يا نزار مش متفقين. روح يا حبيبي، احنا ما بنتفق، احنا والرجعيه. رجعيه مع اسرائيل. يا اسرائيل ما لها بالخطه. ما بيصير مع مين بعلى الله. دكتور هلا عيان دخلك من شو هيدا؟ طولوا بيتنا عند الدكتور شوي. والله كتير يا عيان. زفين تفضل. أول. شو يا زفان كيف حاسس حالك؟ ستيريو كتر خيرك الله. كيف يعني؟ كله موديل جديد جاي أرمني ستيريو. مش عم بفهم. أنا كمان. طيب كيف أرمني ستيريو؟ ستيريو هيدا لبنان هيك صارت ستيريو.
اجت بده بيشتغل مشان لبنان كلك يا حمار يا زبين صار خزو استيريو. طب طيب ما خلصنا من القصة بدنا نضل نفكر فيها؟ ايوه لا مش لازم نفكر فيها. كيف ما بدي فيها؟ كيف ما بدي فيها؟ نحن ارمني حمامي كان هون هون مشان حب وايمان لبنان كلك هيك بيعمل مشان حمامة؟ زعران زعران بده بوليس. خبرنا بوليس كيف قطع شوف اجا بوليسون بوليسون هيك ستيريو صار يعمل هيك راسه ستيريو شوفي ما في شيء شو بعمل؟ قال هي زعلانه ستيريو الله بيعود قال شو الله كيف الله وين الله هون ولا هون ما في انا بده بيعود من هون من هون ستيريو خزف بنطلون. لك طيب ما انت بدك تجرب تنسى الموضوع ستيريو اثنين موضوع فيه بيروح واحد بيجي واحد عم بقول انت روحي ارمينيا اذا انت مش لبناني. مين قال لك؟ هلا نحن انا لبناني طبعا انت لبناني انا ستيريو ارمني لبناني. لك لا شو ستيريو انت لبناني خلاص عم بيقول اذا لبناني لازم موقف بحارب ما بده ارمني نحن ما دخلك حرب لبناني مش ضروري تحاربه بصير اوكي انت ارمني انا بضربك انت مش لبناني. ليش بتقول انا ارمني وما دخلني بيناتكم بس لبناني؟ كيف لبناني اذا ما دخل؟ لانك ارمني ما دخل ارمني مش لبناني. لا ما ما ما, ما. ارمني ولبناني ستيريو صار أرمني لبناني مش معروف ستيريو صار ما بتفضلي شو بتقليله هذا؟ نقاش؟ هودي بده النقاش؟ معليش دكتور روح عليهم شوي أرمني لبناني ما أرمني لبناني ستيريو صار حكيم ستيريو صار ستيريو روح لمحلك كتر خيرك الله خلاص يا زبان زبان خلاص خلاص زبان رشيد تفضل ايه دبر يا قطع عمري اوضر رشيد اوضر خير منيحك اوض احسن بنسى خير طيب هات لشوف خبرني كيف ملاقي حالك على الدواء الجديد الكحلية كحلية ايه ما في شيء ابدا كيف يعني؟ رواق عم بتروق عليها؟ مش رايق كيف رواق عم بتقول؟ شو رايق مش رايق يا حكيم ايه بس شو رواق يعني؟ ايه رشيد؟ فيه بالحبة ايه شو بها الحبة؟ فيها بالحبة فيها رواق اها حبة هيك كحلية صغيرة ايه بعرفها ايه رائعة كتير ما بتعمل شيء ابدا انه مش عم تأثر معك ولا فيها تأثر طيب شو اللي عم تحسه؟ والله عم بحسه يعني كيف لقلك مثلا عم بحسه اكتر شيء تنميل انا لاحظته بتعمل تنميل اكتر شيء تنميل؟ تنميل وين؟ وما بدك يعني مش شيء معين زيع تميل زيع بلا تميل زيع هاك تميل زيع بلا تميل مش مضبوطة ايه طيب يعني انه انت عم تتضايق منها يعني؟ ما مثل اجرة ما فارق معنا ما تسلم مثلا تجاوبك طيب شو بدنا بالحبة؟ حلو يكون فيها شيء ايه حلو كتير رشيد شو بدنا بالحبة؟ شو بدنا بالحبة؟ ايه انتو بدنا شيلها شنها انا معك انا 100% عال شنها شيلها شنها يلا شيلها انت رشيد بدي اعرفه انت شو عم تحس بعدك نحكي يا طبعا حكيم الله انت راح تبحشوا ولا ما راح تبحشوا نبحش شو بدنا نبحش بالارض بدكم تبحشوا بالارض ولا ما راح تبحشوا لشو بدنا نبحش لشو بدنا نبحث؟ لأقول لك لشو بدنا نبحث؟ لأنه بدنا نبحث من شان لحتى نشوف هالإشارات منين عم تجي. أي إشارات؟ منين عم تجي هالإشارات؟ لأي إشارات؟ حكيم الزلمة مخه معكوف يكون عندك بعلم إذا سألوك.
مخه معكوف ولو ما مبين مش ضروري داخليا له عكفه. شغلي وشغلي يا رشيد. هذا الزلمه ما في معه نتيجه. لك طيب عال بس منو معه نتيجه؟ لك طيب على راسي بس منو الزلمه؟ زلمه زلمه هو او غيره يعني ايا يكن زلمه او مثلا امراه شوف لعديت اخوان مثلا حاصلي على الهويه اللبنانيه. هويه اللبنانيه توك. طيب عال بس فيك تقلي كيف مخه معكوف؟ ايوه نعم حكي معك بس شكله من شو هيك؟ هيدي العكفه. اي عال بس من شو العكفه يعني؟ من الارض. الارض عم تعطي اشارات حكيم، اشارات قويه، اشارات قويه بالضبط. مثلا جسم الزلم اللي واقف عليها ماشي على الارض. وين بيمشي الزلمه؟ على الارض. وين بتروح مثلا؟ رايح على شغله على بكره ما ادري يعني وماشي قصدي لا 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 بل اثناء بتطلع الاشارات تسحب بجسمه تغلغل في جسمه وبتطلع تهدى هون فورية بيعكف. ببلش الزلمة يفرد. شو بتقصد فيها بيفرد؟ بيفرد ايه شو يعني بيفرد؟ بيفرد؟ ايه بيفرد كيف لقل لك مثلا بيفرد لنقول مثلا تجي مثلا بتفرد تجي لنقول حكيم انت حكيم ايه؟ انت حكيم مثلا حبيبنا قلبنا راسنا عيننا تجي مثلا تفرد لفرضاً مثلاً بيجي أنا مثلاً رشيد في كوني في ذاتي مثلاً بفرد ست مثلاً بتفرد عبت كيف؟ هاي بتفرد يعني كيف هاي بابا؟ هيك من الأرض يعني اثنان مثلاً خذ لك اثنان مثلاً شو هن اثنان؟ اثنان واحد وواحد اثنان واحد اثنان؟ ايه؟ لا ما في هاي وقفناها اثنان يعني واحد وواحد بيفردوا كيف يا رشيد مش عم بفهم عليك جربها بيفردوا معك بذره شو بده يفردوا بيفردوا معلوم يمكن اللي بده بيفردوا لانه خمسه شباب لبنانيه عم بيتمشوا مثلا يعني او دي مش خمسه او دي واحد وواحد واحد 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 هيك بيطلع ايه بيطلعوا خمسه ما بيطلعوا خمسه شو بيطلعوا ما بيطلعوا ما مخهم معكوف بيفردوا ما بيقدروا بيطلعوا ها قال له مثلا على العكفه ما الزلمه بعكفه العكفه على عكفه حكيم ما بتلقط معك بتزحط بصير في ما بيعود في مجال بيطلعوا بيجوا الله بيطلعوا بيزحطوا يعني هالعكفه مثلا واحد 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 بيجوا بس بيضلوا ما بيطلعوا واحد 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 حد بعض يعني هيك في مثلا ما في انه مثلا شيء بيأثر على شيء ثاني كل شيء شيء شي 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 بهذا الشكل مثلا ما في مثلا شي شو هو؟ ما في مضبوط يا اخي؟ عرفت كيف حكيم؟ لا ما فهمت عليك شو عملها؟ عملوا مثلا شي كثير انت وين خلي مخك معي ما تفكر بشي ثاني ايه معك رشيد انا معك بس مش عم بفهم انه يعني خي مثلا ما في 19 واحد 19 واحد ايه شفت كيف؟ شو يعني؟ 19 واحد ايه 19 شو؟ لا كيف 19 واحد يعني واحد مثلا واحد واحد 19 واحد مش انه مثلا 19 مثلا فلت يعني عرفت كيف؟ مش انه مثلا شيء بدك شيء مجتمع انت اجتماع عالم شو على الملكه مثلا عجقة حكيم عجقة يعني كله كل واحد في لعبته احداث حوادث لبنانيه ما تبعد انت انه يا لطيف خمس سنين ومن الله من جوا لبنان جديد طلع لحم بعجين كيف يعني؟ لحم بعجين شو خص اللحم بعجين يا رشيد؟ مطعم لابو الجوار لحم بعجين فطاير كله من جميعه صفيحة هلا بلش مشي صفيحة ابو الجوار مشي الله وفقه ما لي عليه شيء انا مع انه كان مفروض الله لا يوفقه هو احب الله سبحانه وتعالى بس وفق الزلمه فينا نقول شيء يعني ما فينا انا كل بعز علي انا عمر لانه عمر انا والجبال كل بعز علي انه طلع ابو الجوار بيفرد ما عرفه انا
نازل عم بعمل حراسة من كل قلبة. حراسة أحداث حوادث لبنانية، ما مفكر أنا باللحم بعجين، شو بعرفني؟ ما مخه معكوف وشو بعرفني شو في مخه؟ في لحم بعجين بس ما مبينين لبرا، العكفة ما مبينين. يلي هو ما بتروح إلا ما يصير لبنان جديد، بس ما عارفوا عم بيحكي عن اللحم بعجين. كان روحنا حكينا. أبو الجواهر. أبو الجواهر. مسيو أبو الجواهر كان روحنا. هي بتأذي إذا واحد مش عارف، صعبة. نعم. طيب رشيد، ممكن اني اسالك سؤال؟ نعم سألني عفوا. شو بتعوز؟ شو بيجد معك انت؟ اي شيء مثلا سألني. خلي هالشيء دايم بيني وبينك. من زمان انا بدي اقول لك، ما بعرف بحسك بتحمل تقل انت. لا بس بعرفك مشغول يعني. هذي مشغول انا يا حكيم؟ مشغول يا حبيبي انا، مش مشغول. فضي حالك الملك انت، احكي بس قول انت. تعال شو بتصير معك؟ قل لي يا رشيد، صار معي كذا، صار معي كذا. ليه عامل بحالك هيك؟ ما بعرف انت كثير منزوع على نفسك حكيم، سوري يعني. بس ما انا بشعر. صحيح بس ما بحب ضايقكم يعني، هيك القصه. بدين انت بدين يعني. ممنونه كثير، الله يخليك. الله يخليك يحفظك حكيم. خليك. طالما عم بتقول يا رشيد انه كل العالم رشيد. نعم حكيم. طالما عم تقول يا رشيد انه كل العالم مخها معكوف، ما هيك؟ ايوه نعم، كل العالم يا حكيم. طيب نسول عز يعني بس ما. طيب عال، بس ليش لنقيت هذا الزلمة على الطريق وضربته؟ أنت فينك ضربت زلمة ما بتعرفه؟ إيه رشيد؟ أنا متذكره نعم. طيب ليش لضربته وقتها؟ فيك تقلي؟ بلك يا شو فارق معي أنا؟ هيت لش خي صراحة يعني ماشي ويعمل لي، أنت خدت لك نظرية ماشي ويعمل لي هيك. يا حرام يا حرام، إنه هو شو درويش كتير وماشي. الشعب المسكين من الشعب المعطر، هو من الشعب رايح. حلو. انه شوف انه هو شو يابا، من الجماهير يابا وماشي. شيء هيك انا بشوف فكره، ما انا بعرف شو في فكره. انا بفكره هو انه شو يابا، انه الزعم عم يستغلوا الشعب. تفكير خاطئ، الزعم عم يستغلوا الشعب والشعب معطر، هيك عم بفكر هو. مين هو الشعب المعطر؟ الله شو ما بده فيه يعمله، بيروح من هون بفطل من هنيك ماشي هيك، بيطلع من هنيك فات الشعب معطر من هون، طلع من تاني ميلة هذا فقع خزوق من هون، راح كلهم على هالمعدل حكيم ماشي. يلا طيب عال، بس انا كل اللي بدي اعرفه منك. خلصنا بقى رشيد حبيبي، انا اللي بدي اعرفه. خلصنا بقى فيه ولا ما فيه؟ امبلا في بس انا في نقطة. ما في طبعا، ما في لا ما في، اوعى تقول فيها. ما في طبعا رشيد. غير الحديث، مش مستعد تسم بدني انا مشان إيه. لا صحيح، نحن بدنا اياك دري، ما تسم بدنك ابدا. بس انا في نقطه اذا ممكن توضح لي اياها رشيد، هو انه انت ليش لاخترت هذا الزلمه؟ هو بالذات هو او غيره يا اخي ما فرق معي، فليكن درس لكل انسان ماشي على الارض عم بياخد اشارات مخه معكوف وبيفرد. اي لكن شو بدك اللي. شو انت شو بدك؟ لك انا عم جرب اعرف شو في براسك لاقدر افيدك. ما فيك انت فكرك تعرف لي نفسيتها؟ اكيد ما فيك يا لك من الشغلة، انا بعشرك 100 سنة يا ابني، 100 سنة باخدك بجيبك ولا بخليك تعرف لي نفسيتها. ليش يا رشيد؟ لأنه شيء ما بخصك. طيب شيء نفسي بتعلق فيه. أوكي ماشي الحال، شارف روح محلك لكين، تفضل. ما بدي روح لمحلي، لا بدي روح لمحلي. لكين خذ وقتي معي، خليني أفهم عليك. يعني تحكيني بلش يا حكيم. لك خليني أفهم عليك، مش تقلي إشارات وبنبحش وبيفرد ومدري شنو. حكيم بيفرد لك حكيم، ما تخلي حالي بالنور يطلع، الله يرضى عليك الله. خلينا ماشيين على فرد خط، بشيء ما نصفي بشيء ثاني. شو يعني؟ انت بتريد شو عم تهددني رشيد؟ انت ليه عم تنبر بوجهي؟ ما عم بنبر يا رشيد. ما بدي اسالك سؤال اخي، تفضل. لفرضا انا احداث حوادث لبنانيه، ما دريان باللحم بعجين، الله ضرب على قلبي مثلا، رحت جيت سبحانه وتعالى مثلا ضرب على قلبي، بعتني ابو الجوار لوين؟ لك على البريد. على البريد رحت جيت مثلا استشهدت في شيء؟ أبداً. شو كان الله؟ خذ لك، شو كان الله؟ شو؟ كيف؟ شو كان؟ شو كان الله؟ سمح الله حصل الشيء. شو كان؟
ما انا عم بسألك شو كان؟ كان مثل هلا شو؟ كان؟ مثل هلا مثل ايه؟ مثل هلا شو منيحة يعني كيف تشوف انت؟ انه نفس الشيء عملية هي ذاتها نفس الشيء يعني انه انا ما بقدر مثلا بأثر على الزلمة انه حصل في تقطيش يا عمي انه فكرك اما كان رح يجي هذا الزلمة ماشي بيعمل لي هيك يعني بده يجي حكيم حكيم بده يجي انا شفته لك رشيد حبيبي الزلمة رايع على شغله ما دخله ولك من قالك ما دخله يا الله كل ما بحكيك عن الزلمة يا زلمة بتقلي ما دخله لانه ما دخله ولك شو دخلك بهالشغلة انت زلمة فات عمخي من المايلي طلع بالتاني مايلي كيف ما دخله يا حكيم ليك 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 على العملية حكيم انا بتزعل منك يا انا كنت مارق وشفتهم العالم اخوات شرموطة البعيدة لا يا رشيد لا مبلا يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم ميت منين بطل شفت ميت منين 160 ايه. ما بتزبط 160 شفت كيف شو هلا حكينا عن 160 كيف شو هي ما بتزبط؟ ما بتزبط 160 ما في بالمية أكتر شي 100 ما في 160 بالمية ما 100 اسمها كيف 160 بالمية؟ لا كيف 160 بالمية؟ راحت عليك خلاص راحت عليك خلاص فرصة ضيعتها فرصة ضيعتها أنا ما بقلك فرصة ضيعتها راحت من إيدك شو ضيعتها رشيد شو 160 بالمية؟ ما في 80% و 80% 160 ما قلت لك 160 ايه ايه بالمئتين ولا بالمية؟ ما في بالمئتين ما في بالمئتين لا اه ما مش موجودة اه. وبالمية هل يوجد 160% لا يوجد ما معك وقت احكي دغري لا يا رشيد فنزلني ما في 160% ما في لا يعني شو يعني كذب يعني هو دي فرد 80 ما في 80 و80 هو دي فرد 80 نفس الجماعة انا فكرت انه ليه غيرهم نفس 80 منين شو عن اي 80 عم تحكي عم بحكي 80 عالم شو 80 بالعالم بالمية من العالم اه شو بهون 80% من العالم بدل بناء جديد مزبوط مزبوط اه مزبوط ايه قد بقى من المية 20% عشرين مش 80 منين اجت 80 اه انه في 80 غيرهم يعني ولك ايه في 80 بعد وقت تروح فيهم في 80% بدل بناء جديد في 80% غيره ليك هلا شو بده ما بده لا لبنان جديد لا قديم لا شيء بدهم الصرفه كيف بقى وين فزوا على 100 فزوا على 100 ولا فزوا على 100 فزوا على 100 اذا ما بتزبط يعني في هودي فرد 80 جماعه بس كل ساعه بيحكوا شكل حكيناك وحكيناك مضبوط يا حكيم مزبوط. كان روحونا جماعه عم بيتهتلعوا فهذا الكلام كان روحونا كان مزبوط يا رشيد معك حق يعني بحساباتك بس انه انت بدك تقعد حاسب يعني بدي حاسب يا حكيم لا يا رشيد حبيبي ما العالم بدها تعيش كمان ما حدش بيعيش عضاري اوعك اوعك حكيم انت عم بتحدثني هلا بدات انت مخطط علي يا حكيم انت عم بتحدثني عن مصلحه نفسك لحتى ما اتعارضك وتعارض ابوك انا بعرفك حتى ما حتى رشيد ما يرجع نظره لوجهه ويشوف النور بطريقه لا لا يا رشيد انا عم حكيك المزبوط وحياد لا خي انت بتحكي شيء بيطلع مزبوط يا حكيم لك يا خي لك يا حكيم انا راح احكي مع سركيس بحكيك شيء انتبه راح احكي مع سركيس بس حكيت انا وياه صار حديث يعني وانا مداعك رايح شيء عم بحكيك ما بعرف اذا بتعرفني اي باري شو بقت على السلطه فقام ترجم اللبنانيه مزبوط مزبوط هات ولا كلمه وكله صاروا حطوا النقط على الحروف هيدا التوك هيدا هو التوك مجسد قدامك على هذه الطاولة وأنا ناطر الضوء الأخضر إشارة إشارة منك وشي منيح يا فخامة الرجم اللبنانية شو بنط بقلي أنا معك يا رشيد وجمع عالم واقفة جمع عالم واقفين عم بيحكي قدام عالم زلمة قال لي أنا معك يا رشيد ملك الساحة اللبنانية عبياض كلمة تاريخية ايه طبعا انا ما كنت متوقع على الشيء حكيم ايه طرع لي مخي ايه بس امتى حكيت مع سركيس بكره بس ما نشوفه نجلس نحن وياه نتكلم بكل الامور يا حكيم بس يا رشيد يا رشيد يا حبيبي باي صفه بدك تشوف رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية خلف فخامة رئيس الجمهورية اليا سركيس
طيب عال، بس بأي صفة بدك تحكي معه؟ نحكي نطلع نتكلم معه. كيف بأي صفة؟ صفة؟ ايه؟ صفة مثلا صفة قوية، صفتي مثلا طالع عنده ضرورة. طب ما بيصير هيك، بدك صفة رسمية. رسمية كتير، شو عم زح معك حكيم لك للرسمية؟ في هجوم بده يصير، بيحكي بالرسمية، في هجوم بده يصير، أقل شيء يكون على علم في خيمة الهجم اللبنانية، ويحط ايده بايده، منيح؟ ويحط ايده بايده وخذ النتيجة. كيف عن خذ النتيجة مباشرة دغري. ايه بس عن أي هجوم عم تحكي؟ هجوم على العالم. كيف بدك تهجم على العالم؟ بهجم على العالم، شو بدها يعني؟ وهيك شو بدها؟ ولك ايه وين في عالم؟ بهجم يلا طف عليهم. حلو. ليك وبدك تهجم وحدك؟ ما بدك حدا يهجم معك؟ بلا بدك. لك طيب كيف؟ ما انت ضد كل العالم، شفت وين؟ في انا بعرف عالم، ولا يهمك شو انا مقطوع على العالم يا حكيم، ما انت بتعرف عالم وغيرك بيعرف عالم. انت مفكر غيرك ما بيعرف عالم، غيرك بيعرف عالم. تكبر عقلك يا رشيد، بدك تطول بالك على العالم لانه مش العالم اني طول. حكيم حكيم احكي اللي بدك اياه، ما تقلي طول. بدك تطول بالك يا حكيم. اوعك يا حكيم، انت بدك مشان صالحي ما تقلي طول. رشيد حبيبي بدك تطول بالك. يا يا خي ما بقى يطول، اطول شيء هيك هيك مثل ما شايفني حكيم، اطول شيء هيك مثل مشينا على نصايحك. على نصايحك مشينا، طول وطول وطول ماشي وسحب ورايك النار يا حكيم، طويل كتير يا اخي. هذا شيء انت بتريد هيك طويل؟ ما بعرف اذا انت من رايك. عم داوس عليه، عم تفركش فيه صرت معقول؟ ليك يا حكيم، ليك يا حكيم اللي بدي يقول باه، سمع بالباه؟ باه هيك عنيه ودغري عنيه، وراعي لي حيل الطوارئ. حيل الطوارئ ما فيها شيء، كلمتين بيطلع بقلوهم مثل حيل الطوارئ. وانا مستعد افتح ولا بعشدة فزعة التلفزيون مش على العالم. إيه؟ عشدة قبل اخبار بطلع بحكي، شوف يا ما فيها شيء، انا هون عم بحكيكم ابظل ساعتين ونص، ما بدي شوف ولا نارة ولا اراها بالطريق ولا واحد ولا فوت. دعوس العالم ببيوته، ببيوته افتر العادي حكيم، دق بيفتحوا سعيد يا باو يلا يا حكيم دعوس. ولك داوس مين ما طلع بوجهك؟ نسوان ولا النسوان ولا النسوان؟ طفالة أبريا عجزة ما تاخدون راس شغلة ما تروح في أبريا. أنا عارف هالشي، رح نتعصب شو أول شي ما بقلك يا حكيم، بس بعدين بيمشي الحال. بيمشي الحال؟ ايه طبعا بيمشي. لا بيمشي الحال. روح يا عمي لك شعبية جاهلة حكيم حكيم الحال. أنا هون 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 حكيم عود حكيم، انا هون عم بحكيك، انا هون حكيم، انا انسان لبناني لبناني عم بستجيب لضمير مخ شوف يا مخي الله عليك الله عليك للمستقبل للبلد. روح يا عمي للمستقبل للبلد. ايوه ايوه يا رشيد ايوه انا هيك دغري دغري. انا مع الصغير صغير صغير أيه. ومع الكبير كبير يا حكيم، كل واحد شيء بتعطي مامه مظبوط يا حكيم؟ طبعا مظبوط. انا مع اللي بده يحفظ راسه، ليك ولا اللي بده يحفظ راسه قلت حكوني على راسه لانه كسر له راسه. في شيء سهل علي كتير، حطه هيك كسر له راسه. راح السلام شفته؟ ايه شفته. واحد بربي مين؟ بربي مية ولا ما بربي مية؟ بربي مية بربي مية. أيوة يا حكيم مشان دري أنا بحكيك كلمة. أنا ما بقى فيه ما بقى فيه يا حكيم، أنا بروح هيك بالدايق، بروح هيك بالدايق، بروح هيك بالدايق. كيف بروح؟ أخ هيك دايق كتير. هلأ في المشروع، أنت شو رأيك؟ برأيك شو رأيك بالمشروع؟ مشروع كتير عظيم رشيد. مشروع؟ ايه بعرف. شو مشروع؟ مشروع رشيد مشروع هذا هو. ايه ايه واضح المشروع كتير عظيم رشيد. بدنا نطلع بمية التوت يا جماعة. ايه
بيمشي الحال. ايه طبعا بيمشي. منيحة ضروري هي. بس كتير ببين. مشروع رشيد كتير عظيم وانا رح بعمل جهد اني ساعدك. في كتير اذا معك وقت بحكي لك في مشاريع. بكرة ببعت وراك على المكتب وبنحكي. بس انا ايه ساعة؟ بكرة بس ايش الصبح ببعت وراك. صبحية؟ ايه طبعا. ايوه حكي. طبعا. رشيد بالنسبة للمشروع هذا شوف شو بدك مني شوف انا حاضر ساعدك يعني شو انا بدي انا بامرك يا حكي. لا ابدا رشيد. انت شو بتريدني شو بدك مني؟ لا رشيد عم بقول انا انه المشروع كتير منيح وانا راح بعمل جهدي ساعدك شو بدك مني بامرك؟ عم بتفكر تساعدني؟ ايه طبعا. بهنيك يا حكيم. خلي لي اياك. بهنيك يا حكيم، هيدا انسان بيتحكى معه. هيدا انسان بيتحكى معه. غيرك شو بتريد من تطوع مني حكيم بامرك؟ ولا شيء ابدا رشيد. ولا شيء، سلم دايتك حكيم ممنونك لطفك. خلي لي اياك يا رشيد. خليك يا حكيم. الله يخليك. خليك تفضل تفضل ما تحكي ما تتعذب. معلش رشيد بس انا هلا بدي منك طلب صغير رشيد، كل اللي بدي اياه منك هلا. انا بدي منك شو بدك مني انت؟ تفضل شوي خليني احكي رشيد. ممكن كل اللي بدي اياه منك رشيد انا هلا انه انت تطول بالك على المشروع كم يوم بس حكيم. لانه طول ما في طول بالي لا حكيم هلا جينا اتفقنا على شيء ما تغير يا خير. لا ما راح اغير رشيد حبيبي. ما تغير يا خير. ما راح اغير يا رشيد بس ما تغير يا خير. رشيد حبيبي انا اللي بدي اياه منك هلا طول بالك كم يوم بس حتى اقدر ساعدك يعني لانه انت اهم شيء هلا انك تروق يعني. حكيم هلا ما في روق انا نخلص شغل بعدين بنروح هلا رشيد بتلي روق رشيد حبيبي افهم علي انا بتلي روق انت اللي بتضايقني حكيم. لا رشيد ما بدي ضايقك حبيبي بس انا كل بدي اياه انه انت تقدر انا ساعدك انت لازم تروق. حكيم عم بتضايق حكيم عم بتضايق رشيد حبيبي طلع فيي رشيد عم بتضايق عم بتضايق رشيد حبيبي انت ما لازم تضايق حالك ولك خايف روق ولك لازم لازم تروق انت يا رشيد شو بروق بتضايق حكيم بقلك مش عم بقدر روق بتقلي لازم تروق اوكي طبعا ولك معي خبر طبعا لازم روق انا لازم روق ممنيعه بس انا مش عم بقدر روق لك لازم تروق ايه لا يا اخو المنيوخه رشيد حكيم فيها كل قضية ولا استلام ولا الا شيء شخصي لا ما في شيء يا رشيد يجوز يكون شخصي ما في شيء عبد لك وحياتي ما في شيء ابدا رشيد وليش بدك ايه بس خلص اتركوا انتوا يا رحمن خلص اتركوا روح خلص اتركوا شو اصطاب الفيديو ليه معلش معلش اطب اساتذه هادي عم تعرف رشيد حبيبي وحياتك ما في شيء منه نحن ما جايين نقهرك هون صدقني هذا لانك مش رايق هيك عم يتهيأ لك مش رايق انت رايق انا مش رايق لك حبيبي بدك تروق ترجع على شغلك شو بدك تعمل لك فكر انه حرب فوضى وبلد كله فوضى بفوضى من الاساس لانه الزعم عم يسخله الشعب ما دخل الزعم بلا يا رشيد لا 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 ما دخل الزعم كل شيء صار بهالبلد لا يا اخي ما تقبصها بالزعم انت براسك يا عم لك ولا ما دخل الزعم واف 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 بسيكا فرش يا تركيز يا تركيز فرش بدكم تناقشوا وهي شايفين بعينكم نتيجة النقاش عم نتناقش بس لازم تقنعوا باللي عم بقلكم اياه لانه عم بقلكم الشيء الطبيعي المزبوط اللي بتحكيه كل العالم ما بدكم ترجعوا مثل العالم ايه بس في شغلات عم بتصير بتسطل ما بينسطل والله هلا فيك تقلي ليش البور فاتح والصوديكو مسكر شو انه متفقين على البور وعلى الصوديكو مختلفين يعني شو مش قليل والله انتو كمان صرتوا عم تتعاطوا بالحالة من امتى؟ والله من وقت ما فتنا لهون يعني نحن قبل كنا اخدين كل احتياطاتنا لمنوع عشي المرة بس على هالقعدة وعلى هالقطعة اللي قطعتونا اياها والله لا يقطع وعلى الفيتامينات بلا صغرة هي بلش راسنا يشتغل هلأ فيك تقلي كيف راقت؟ كانوا علقانين على بنا وما اتفقوا عشي وراقت كيف فهمني اياها داخل اجرك ما عم بفهمها والله خيي رأيت
كتر خير الله رقت هيك فكروا شو بدكم فيها كفريد؟ لا انه بركي رجعت علت حبيبي في اشياء لا انا ولا غيري بيقدر جاوبكم عليها لازم تقنعوا فيها مثل ما هي لانه اذا رح بتضلوا معلقين عليها ما رح تتقدموا ايه اسمح لي اقول لك حكيم وما تزعل مني انتوا ضايعين يا خيي لا ضايعين مزبوط والله لانه اذا واحد مثل حكايتنا كان يتعاطى مسكنات ليطوش عنها الحاله عم تنطفوا له جسمه وتعطوه مقويات لصحوه واذا الواحد مثل هالشباب الطيبه صاحي زياده على الحاله عم تنفضوه قبر وتعطوه حبوب لتطوشوه اعتبنوا له خيي يا طوشوا العالم يا صحوها بقى شو لعبتها يعني انا مش عم استفيد على حبوب بعدني صراحه ميت رعب لشو نحن قاعدين ناخذ حبوب لازم العالم يروقوا على بعضهم بلا الاسلحه والضرب هيك بروق انا ايه بس لازم نداوم على الادويه فتره بتروق ما بتروق بلا بتروق بكره بتشوف وحياتك ما بتروق عم بيقولوا بتروح لشي 10 سنين ليه انت اللي بتروق انا شو دخلني وضعهم بالمره وعم بيعدوا بعضه مجد الدين لازم نغير طريقه العلاج كلها قبل ما امشي بكره الساعه 10 بتكون بالمطار خلص العلاج والحقين قوموا يا شباب يلا يعطيكم العافية علي زي علي زي علي زي أهلا بهالطلي أهلا يا أهلين طيب للأخضر ملك والله طيب اتركوا اتركوا فرجيني كيف تمشي شيل سعيد يا با ودعوس ولك مش حرام عليهم بالله مش حرام هالنسوان والطفالة اوف يا با بلا يعرف يا با بلا يعرف يا با بس دعانا حلوة غيره بس دعانا حلوة غيره غير له يا ما في الكفاية يا خي ما بتجي مع الكفاية مش حرام هالنسوان والطفالة اوف يابا والابرية ولك بلاك سخطك عصر معظمها تغيرت فما تستغربوا رح منزيدها شوي وكلها حبوب خفيفة بعدين رح نضطر نلم الجرايد والراديوات وجرايد جديدة ما رح نطلع لهم من الفترة ورح نوقف زيارات الأهل واليوم اخدينهم رحلة على مطرح رايق بالجبل لوين مساعدة؟ اخدينهم على جسر القاضي لموا الجرايد والراديوات وزهرة سالينا عم يبسط يابا يلا هاني يلا 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 استاذ فواز وحياتك امبارح قتلين شاب على الزيدانيه بلا هالرحله وليزا قتلين وشو دخل الرحله حزبي حزبي هو بده يصير رد فعل ويصير رد فعل مش رايحين على الزيدانيه نحن مش ضروري على الزيدانيه وين ما كان رد فعل هذه حره بتكون روح خذ حبتك يا ربي رحله رحلة بالقوة الله ما قاله والله
انت لك هالجروب اللي طالع ما ألزو عم الشوم يا ساتر ملا جرصة عريف زعتر وزيت تسع منافخ رايحين يموهوا على جسر القاضي والساعة سبعة على بكرة كمان يا شيخ تفكرها عم بتقدم راجعة بإذن الله راجعة بإذن الله إذا ما إجا شيء من الله راجعة بإذن الله إذا ما إجا شيء من الله جربنا نتكل عليكم أنا أتكلم
دكتور. الرحلات اللي اعتمدناها ما خففت ما لهتهم شوية عن الجدل والنقاش بنفس المواضيع؟ ما عاد ظهرتهم أبدا دكتور، بعد أول رحلة وقفت الرحلات. ليه شو اللي صار؟ لأنه دكتور رجعوا قاسم وإدوار مصفرنين وغايبين عن الوعي من الفزع، ونزار على الوصلة عمل كريزة، في رشيد كمان عمل كريزة بالبوسطة وصار يصرخ على العالم. مين؟ رشيد. رشيد دكتور. أيوة. أي رشيد؟ هيدا دكتور تبع الإشارات من الأرض وبيفرض مخه معكوف. أيوة رشيد. رشيد نعم، هيدا اللي بده يحكي مع سركيس. رشيد. ايه فكان واضح دكتور انه الظهرة من المستشفى ما نسبتهم بالمرة، وعلى هالأساس وقفت كل شيء لتكون حضرتك رجعت. طيب لقلك اجمعي لي عدد من المرضات والممرضين ونزليهم على القسم 3 وخلينا نجرب معهم علاج المجموعة. أيوة. خليهم يعملوا جلسة يوميا مع المرضى، يتركون يحكوا، يناقشوهم بمواضيعهم طالما هالقد مصرين على النقاش. بتصور انه تكرار نفس الحقائق قدامهم على كذا يوم ومن قبل اشخاص طبيعيين مفروض انه يدخلهم شي براسهم، او على القليلة يخليهم يتقبلوا نوعا ما الواقع مثل ما هو. الو سمعتيني؟ ايوه تجربي لي اول جلسة بكرة الله يرضى عليك وشوفي شو بتكون نتيجتها، وانا يعني يا بكرة يلي بعده ماكسيموم تكون بيروت. اوكي؟ اوكي دكتور. غير هيك؟ ابدا موفق دكتور. يلا تشاو. بتحس شي وجع يا هاني؟ بيوجعك شي؟ مثل ما بدكن يا خيي. لا انت شو عم بتحس؟ يا خيي بامرك رقبت شوي بس بتروح مع الوقت. وقتي معي. عم توجعك؟ لازم شوف لحكيم بس مش هلا، بعدين في وقت. ما انا حكيم يا هاني. يعطيك العافيه الله يرد عنك. بمشي. ليك يا هاني هي عم بتضايقك لانك عم بتضل تهزها، شي طبيعي. عاد ما في احلى من شي اذا طبيعي. اله جرب تسيطر عليها لما تعود تهز. انتم مسيطرين على المنطقه كلها يا خيي، يعطيكم العافيه. طيب روح الله معك. استاذ رشيد برايك احلى بالجوله؟ انا بالجوله الخامسه. صاروا بالاحلى الخامسه. اي جوله بالخامسه يا نعم رشيد. 11 أدار جولة 6 90 عيار. رشيد تفضل. جولة 6 الأخير هالفيشي تبع سفينة. جولة 6 لا يا مين كان؟ افتح تمك يا بس رفيع عبد، أنت على خطأ. ما في ياسر عرفات حجازي. ياسر عرفات غير عرفات حجازي. بنتك ياسر حجازي؟ برام لا فريال كريم بقردونا هيك ببرموه. عم تخلط الامور على علمك في ابو سليم الحص جامع في المكان. لا في محمود رياضي شراره. حط اجر عاجل رشيد. حط اجر عاجل ابو ليلى. ما في مش عرفات حجازي مذيع الاخبار. اسعد الله مساءكم. فؤاد زيادي عمل لا. حط لي هذيك الاجر شوي. حط هاي فوق هاي. مين؟ لا 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 عم يوجعك شي؟ شو قصتها هذي؟ شو قصتها يا رشيد؟ لا ما عم تنفض. معليش يا رشيد ما بقى شي. إذا بقى شي خبريني. لا ما تخاف ما بقى شي. تقوم تقطعني بتعمل لي قصة كده بتغلم عليها. لا مش حتقطعك. جاوبني هلا عم يوجعك شي؟ ما عم يوجعني. مد ايدك. دوزي لك عادة الله. إذا في مثلا شي عم بيوز. كيف؟ بيوز. شو هو؟ شو بعرفنا؟ شو فين لأنت شو؟ وين يعني بأي منطقة؟ ها بالمنطقة الغربية. بجسمك بأي منطقة من جسمك؟ جسمي؟ ايه تبعرفني شيء كأنه آخر شيء قبل مخي وين هون على الدويرة في آخر شيء. ايه بوز. كيف بتحس بوز يعني؟ هيك طيب بوز. طيب خليني شوف لك ضغطك. معقول يكون لها علاقة بالضغط؟ لا ما لها علاقة بالضغط. شو فهمك بالشغلة أنت؟ لك البوز تقابل بكتير. بوسطة عين الرماني قبل معروف سعد دغري. معروف سعد ما كان بالبوسطة. مين اللي كان بالبوسطة؟ حبيب الشطي.
طيب قلبي التفاصيل كلها عليك يا عادة. لا لا وفقا ما تسمع عادة ايه الله الطب مثلا من ادوية الاشياء كلها بالفرنساوي كلها لا شو دخل طب علم بكل اللغات موجود يعني في بالانجليزي ايه معلوم الله انت بتعرف الطب كله يعني بتعرفي كله يعني بعرف يعني مش كله ما حدا بيعرفه كله رصاص قريب رؤيا ما في شيء بكون في طيران 500 انتبه يا رشيد الرقم بايدها رشيد اطول راسك فيها رشيد رشيد روح يا عمر يا عمر رشيد وينك يا مات يا ماما يا ماما خلينا ننزل هون علي ما في شيء هلا بيروحوا ولك اسمعي يا الله لا بعدوا على الشباك انزلوا عن خوتي ما بتشوفوا شيء من عندكم طيب انزال ولا شو بتراقص عليهم بلكي صابوا شي وحده بحق جلدك ان شاء الله صابوا وحده صابوا وحده يا شباب زفين بده يودعكم قبل ما يفل لوين فيلي ايه رح يترك المستشفى خلاص مسافر مع خيو والعيله على كندا وين باي باي شباب باي باي شباب الله معك انا ارمني اللبناني يا ديعان الشوم خلينا نشوف بالكندا بخاطرك ابو ليلى بخاطرك تروح وتيجي بالسلامه يمكن مش راجع يا ابو ليلى ايه طيب جوات كندا حي تروح وتيجي بالسلامه ان شاء الله مجالي اللبنانيه تحط لك شي محشايه هناك ابو ليلى حاسس حالي كثير متضايق يا ابو ليلى ايه من شو يا عيوني ما بعرف عم بحس بالوحده ايه هاي وحده لبنان خي ادوار طبيعيه ليك يا وحده لبنان يا وحده اراضي وحده من اثنين ليك انت هلا عم بتحس بالوحده ما هي نعم بكره بس تظهر بتصير تحس باثنين راح افقع يا زلمه بعدنا عندك لك ارفع هون زهره ضغط واطي يا دعتي حبتين يا دلفون ايزي دريكس على بكره وعشيه عمالك ايه عمالك عمالك شو دريكس دريكس شو هاي حبوب صغيره مشان زبط لك ضغطك ضغطك واطي شوي ضغط واطي مين اللي انا عم اقول لك ضغطك واطي مش ضغطي واطي ابدا منبين على المكنه يا رشيد مكنه شو هالمكنه فحسب ما كنتك يا بنتي انا ضغطي عالي ما بيسوى الضغط العالي شكرك منيح ايه ايه لك شو عم تحكي لا العالي ولا الواطي بالنص بالنص ما في ما باخد ولا حبه ولا بالنص ولا بالاخر ولا بالنص ولا حبه لا بدك تاخد مش تحت امرك تحت امرك طيب عم تعيديها عم تعيديها؟ ايه عم عيديها عيديها التحذير شاطرة بالغصب الله ضغط يا علي وقف 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 كذاب وقف وقف خي انا شايفه واقف مين عم يحكي معك مين عم يحكي معك انت رشيد تعطيلي رايك؟ نعم عم تعطيلي رايك يا نزار ايوه رفيق انت كم حبة عم يعطوك يا نزار؟ ثلاث حبوب نزار انت كم حبة عم يعطوك؟ ثلاث حبوب انا بس حبتين يا حبوب يا نزار رشيد انت لانك منهار لانك مريض لانك مات مات هذا لانك كل الفرمشية بتاخدها مراح بتصعني رشيد انت معك انفصال شخصية يا نزار ألف تلاف شخصية يا نزار شخصيات مختلفة يا نزار روح الله يصلحك يا ابني روح يلا عم بخلك ان شاء الله شوفي بدلك ليه ورايحنا عنده رايح لعنده انا رايح لعنده واقف عم بحكي انا وزاره والله العظيم وحياة عيون الاثنين واقف عم بحكي انا وزاره وصل هيك قال لك الغرض
لا تحطوا هيداو. فواز قربوني شوي لقدام يا فواز، هيداو قربوا قربوا شوي يا عبد. لورا يا هاني لورا، وين جايبه؟ عدي لنا جاز. زهرة قاعدة أزم حدي. فواز قاعد عبد حدك. أبو ليلى عودوا تعود سيدة. لوين ظهرتوا لهاني؟ إدوار عود هون. هاني عود هون لجاري عادي حدو. نزار قاعدي حد فاطمة هون. فاطمة عادي عندي. فرج قاعد إيه عمر حدا. إدوار عود حد نجار هون. رشيد تفضل هون محلك. تفضل عود محلك. ابتداء من اليوم رح يكون عندنا كل يوم جلسة مع هالشباب والصبايا. هالجلسة لشو؟ هالجلسة مخصصة للمناقشة مثل ما انتو عم تطلبوا. ابتعدوا وبتحكوا انتو وياهم بكل هدوء أعصاب عن كل المواضيع اللي مضايقتكم. ومثل ما هني مستعدين يسمعوا لكم، انتو كمان مفروض تسمعوا لهم حتى نوصل كلنا لنتيجة أفضل. واضح؟ هلأ منبلش بكل هدوء. اللي عنده شيء حاسس شيء بيقوله. يلا مثلاً أنا فيه شدة تخمرة. شو دخلها هلا يا رشيد؟ شو دخلها هلا؟ مش مثلا مش ضروري هلا يعني ساعة اللي بدكم بعدها. خلينا نحكي بشي يفيدنا. سلام. نحن كلنا لبنانية وهالحرب الوسخة اللي صارت فرقتنا عن بعضنا، والإنسان ما بيكون مرتاح إلا ما يرتاح بلده من هالمشاكل وينتهي من هالأزمة يلي عم بمر فيها. أيا كان قال هذا يا عمر؟ بلد علاقات سخيفة. شو عندكم أسئلة مفيدة؟ هديك جديدة شو؟ مسيحية ولا إسلام؟ لا ليش هالسؤالات يا إدوار؟ بدي أعرفها. مش مهم هالشي يا إدوار، بدنا نخلص من هالتمييز. معليش رح أقول وخلينا نتناقش. هيدا إدوار زميلكم مثلا دايما بيسأل عن دينه للشخص، مزبوط هالشي؟ شو رأيكم؟ العالم إجمالا بيسألوا، أحلى ما يبقولوا شي كلمة تطلع واقفة، عرفت كيف؟ لا مش مفروض لا يسألوا ولا يقولوا شي كلمة تطلع واقفة. أوكي رح وصل لهم هالشي أنا. مش مفروض يسأل الإنسان لأنه مسلم أو مسيحي، شو الفرق يعني؟ شو يا عبد شو رأيك؟ أنا بعتقد إنه إدوار لو عارف شو دينه للشخص ما كان بيسأل. الله بيرك. أوكي بس نحن عم نقول مش لازم يسأل حتى لو مش عارف، لأنه الدين مش مهم. نعم مش مهم. شو رأيك يا رشيد؟ والله لك أنا إذا جيت لرأيك يعني ممكن مثلا عن شو أنت عم تحكي؟ خليني مثلا أفهم شو عم تحكي. عن إدوار، شو رأيك بإدوار؟ عن إدوار عم تحكي؟ إدوار يا حرام شو يعني بالفعل إنه مثلا كتير آخر فترة أنا لوالي قلبي. ليه؟ هالعقد يعني معقد كتير هالشغل. لا رشيد ما تقول عنه معقد، ما حدا معقد. لا معلش أنا ما عم بوجي عم بسألني رأيي. إيه لا معلش خليه يعبر عن رأيه بزميله، ما كل شخص هلا رح يجي دوره ورفقاته رح يعطوا رأيهم كمان. ما هيك رشيد؟ لك إيه. طيب إيه تقدر تقلنا ليش بتشوفه معقد لإدوار؟ إدوار معقد كتير. إيه. إيه من شو معقد رشيد؟ من هالعقد النفسية. عقد نفسية؟ عقد نفسية متحكمة فيه في سما ربه. يعني هو ما بيقدر بسهولة بيطلع، إذا فكره بيخلص ما راح بيخلص بالتي. يعني هو بده يرشد نفسه الله بيساعده، لأنه إنسان الله بيضربه. إيه بس تقدر تقول لي رشيد من وين جاية هالعقد النفسية؟ يعني شو سببها؟ هو منه هو.
لا منه هو بيجي بيشعر نفسه لا عم بفكر بأي شيء لأنه هو مثلا بهالعقلية. هيدا هالعقلية مضبوطية؟ لا بس في شغلة إذا واحد معقد مثل ما عم تقول عقدة نفسية بكون في سبب مثلا في سبب في سبب جوهرة. بتقدر تقلي ليش بتشوفه معقد لإدوار؟ إدوار؟ إيه بتقدر تعطيني رأيك؟ والله هو ليك اللي قال لك شيء لا يعني شيء يعني كيف قال لك مثلا هالشعور ايه هالشعور الانسان بني ادم مثلا بيجي مثلا بهالشيء نفسيه او شيء بانسانيه كيف هي رشيد هذا هون الفرق انت مثلا شو تقديرك انت لا يا رشيد انا عم بسالك لا انت بدك هو زلمه نص عال لا هلا هو عم بيتصرف من نفسه ولا انه بالساعه الفلانيه كيف بيجي عم مخه شيء بيجي عم مخه شيء الله ضربه الله ضربه لانه الله بس يغضب على انسان بني ادم بيضربه طبعا لا هو بيسمح له هو ما بيقدر هذا هو الهي بيضربه هو ما راح يشفى اذا اراد يوم بيشفى لنفسه لا في شغلة انت احكي احكي بصراحه معك ايه عم بتصارح معك بس في شغلة انت عم بتقول انه ادوار معقد ادوار معقد النص ايه اوكي تعالي شوف فهمت عليك انت تفضل تعال يا تفضل يا رشيد يا رشيد اسمعني حبيب الشوي انت عم بتقول انه ادوار معقد ما هيك ادوار معقد محمود لا يا رشيد مايلي لمايلي لا من ميلة لميلة لاحقه أنا من ميلة لميلة هو ولاحقه ضغطه أنا ضغطه بالحفة لا شفته إيه إيه بس من شو معقد يعني عم نتناقش نحنا ليه ما هو هذا الشيء بالطفولة سبحانه وتعالى بالطفولة ما بيضرب إنسان إلا بالطفولة يعني بيطفو هو ظهره بأول عمره هذي كان مثلاً شاب طفل شاب طفل حلو كتير أنا بشوفه الله ضربه بعز عمره ايه هو بالطفولة بيخلقوا الأطفال مثلا شو بدهم يعملوا بتعقدوا كيف؟ ليك يا رشيد في شغلة عم تقولها كتير مصبوطة انه الطفولة لها أكبر تأثير أكبر تأثير الطفولة بس برأيك كيف لازم يتغلب على هالشي هو بتغلبه إذا أراد يوما هو الإنسان إذا أراد يوما أن يتغلب عن هذا الشيء ما له إلا هو يفتته واستخره هو يفتته واستخره هو يفتته ولا يبد أن يستجيب القدر هو بيقدر ينفذ هالشيء أنا أحكي اسمع رشيد بس يا بالة بس يا بالة بس يا نزار بس نزار استاذ نزار يا الله تعكدني نزار داري 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 استاذ نزار روح حبيبي أعطيه حبيبي ليك نرجع على حديثنا اللي قلته عن طفولته ل شو قلت لك يا هادي انا بس روح حبيبي احكي ليك يا رشيد انت عم تقول انه ادوار من طفولته معقد انا يعني مزبوط معك حق الطفوله كثير بتاثر بس ادوار مش هيدا وضعه خلي خبرنا عن طفولته لا مش ضروري هلا معلش لا 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 خبرنا لا عن طفولتك خبرنا عن طفولتك ما بخسر الشغله مش محصوره بادوار هي الحقيقة هالطائفية اللي صارت ببلدنا لسوء الحظ خلت المسيحي يفكر خيو المسلم عدوه والعكس بالعكس ايه طيب قدام هالواقع المرير المرير فعلا يا خي فرج فرج ما هيك فرج نعم اهلين خي فرج اهلين ربي يا ربي يا ربي قدام هالواقع المرير يا خي فرج الله نعم علينا بنبتة بتقضي على الطائفية بساعة الساعة خلينا هلا عم نتناقش ما هيك؟ ايه تفضل الله يخليك يا رب. هالنبتي خيي فرج يعني كيف بدي اوصف لك؟ فعال كثير ضد الطائفية وخصوصا يعني اذا مسكر كل الشبابيك فبيستغرب الواحد ليه مانعينا فيك تقول لي؟ حشيشي يعني؟ لا الخبايزة خيي لك الحشيشي ايه هلا انت ما تاخذها انه حشيشي وتحشيش يابا وكذا عم نتناقش طيب عم نتناقش والله العظيم كل سرك تحشيش كان يركب من جميع ما في ملل يبقى حاوي وكلهم جالسين مثل افضالكم متعاطفين
وهالطوايف برا نازلت حلوة شو ببعضها. في أحلى منها؟ لا طيب شو بده يحكي ليحكي الواحد؟ الأقباط كان يلتقى معنا. أقباط إيش القبطي ما بيحشيش. بلف عروس والله. أي عروس بيعلقها مصل والله. لا يا أبو ليلى. انت بيتهيأ لك هيك لانك بتبقى محشش على الحشيشه. الانسان ما بكون واعي مزبوط يا ابو ليلى. شو عرفك انت ولا؟ لا هاي شغله معروفه، على الحشيشه ما بيكون واعي الشخص. وبلا ما يوعى شو المشكله دخلك انت؟ اذا بده يوعى ويشوف الاسلام والمسيحيه كيف نازلين تعايش ببعضهم ولا شو لا يوعى. انا مره حششوني دخل دخل مزبوط وقتل مخي. ولك روحوا يا عمي بعد رح يصفي كل ضروب. اي ضروب؟ كل طابق بعد رح يصفي وحده كل طابق. هاي الاستاذ عبد موجود ما عم تفلوش. لازم تفلوش. لا يا ابو ليلى مش مزبوط. العالم رجعت لبعضها وخلص. كل حياتنا اسلام مسيحيه عايشين اخوي وما في شيء بيناتنا. ايه ما في شيء بيناتنا. حلوا عنا شو بدكم فينا. لا يا ادوار عيب شو هالحكي. اناقشها ما طيب. في شغله حطها براسك يا ابو ليلى انه الحشيشي ما بتحل شيء. شو بدك بالحكي يا اخي؟ ما بتحل. بتحل المفاصل كلها والله. مش مختلفين بس ما بتحل المشكل. ليش اذا انحليت بيعود فيك تعمل المشكل؟ فلو هالموضوع اذا بتريده خلي غيركم يحكي. شو يا هاني انت شو بتقول؟ شو بتقولوا انتو منقول؟ نحنا بدنا اياك انت تحكي. شو حيالله يحكي الواحد انه لا يحكي. لا بس احكي قلنا شو حاسس. مش حاسس. لا يا هاني مفروض تعطي رأيك. رأيي من رأيكم. شوفوا انتو شو بتتفقوا بعمركم. انا منيح بس بهمنا رأيك يا هاني. لا انا عندي رأيكم قبل الكل يا خي. ما بيصير هيك يا هاني. بدنا نتناقش نحن وياك. خي اعتبروني مش موجود وقرروا انتو بين بعضكم. بس يا نزار انا عم بحكي. تفضل يا خي. روح ليك يا هاني. نحن جايين نقعد نحن وياك وال... أهلين تفضلوا جيب كراسي يا بابا. والمفروض يا هاني نتناقش ناخد ونعطي لحتى نتقدم. ما منتقدم عليكم لا والله. ليه بس بقى فهم علي. هلأ أنت أو أنا أو أي شخص منا بيمرق على حواجز بوقفوه مسلحين بيتعرض لإهانات. أنا مرة حطوني بالأرض ودعوسوني ما عملت إلا زيت أهمية. عرفت كيف؟ هالشي هيدا مش لازم يأثر على كرامته للإنسان. لازم ياخدها طبيعية. هينة يعني؟ لا مش هينة. هينة؟ مش هينة لا يا هاني. هينة؟ مش هينة لا! صعبة! ها صعبة مش هينة. بس بدك تفكر إنه بصير تجاوزات وهيدا شي طبيعي. لا مش طبيعي. بلا طبيعي يا رجل. مفجر برابطك مش طبيعي. طو طبيعي. تجاوزات طبيعي 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 طبيعي. لكن اللي بيحكي معك صفوق على جوزته تغرب. لا يا رشيد صفوق. لك لا مش بيصفقوا بس بيحكي على القليل. لا حيش تعبوا له راسه للزلمة ولا شو بده يحكي؟ حدا بيحكي مع رشاش؟ مش ضروري يحكي قدام المسلحين او بوجود الرشاشات يا ابو ليلى. في يحكي بعدين مثلا. حلو الواحد يصفي طبعه هيك بعدين. غيروا هالحديث بعرضكم يا اخي. كل كلمة عم تصلن بيعملوا لنا قصة يعني. طب خليك رجال ولو منك رجال. شو؟ هاي انت مش رجال. هاي بكبسو؟ أنا بكبش بكبسو؟ والقبضاي والقبضاي نزلني. كان في واحد الله يرحمك يا فريد شلفون كان اسمه هو الوحيد اللي نزلني بس ما بدو نكابشو. طيب هلا اذا ما بدو نكابشو بتضلك هيك انت؟ خيي ما بدو نكابشو يجيبوا لي ميدانية لا فشل يا بالاصبعين. ما بدو نجيبوا ميدانية. منيح بس هلا اذا ما جيبوا لك ميدانية شو بدنا بالشغله يا خيي؟ بامرنا احنا بامركم بامر الجميع والله. لا يا هاني لازم نوصل عشي طريقه غير بامركم. فكر مثلا انه اليوم شيء طبيعي الكلمه للسلاح. بامركم يا اخي. ما بقى تقولها هيدي بامركم. بامركم. ما تقولها ما تقولها جرب ما تقولها. خلص ما بقولها بامركم يا اخي. طيب بلكي فات علينا واحد هلا ورشنا كلنا. ليش بده يفوت؟ فايت بده يرشنا. شو بده فينا ليرشنا؟ بده يقتلنا.
ما بصير هيك عي أساس. أنا بعرف شو في بمخه، فات فجأة وبلش يرشني. لا يا قاسم مش معقولة، بده يكون في سبب على القليلة. هو ملاقي السبب ومش عم بيصرحنا بالموضوع، فات فجأة وبلش يرشنا. مش معقول تصير هيدي. بتصير مبلا. لا يا قاسم. بلا يا قاسم. إنه شو بنعمل يعني؟ بنقوم بنهرب؟ لوين بدك تهربي؟ خليكي هون، ما فيكي تهربي لمطرح، لأنه خطر كله خطر ومش محدد وين هو. أي خطر بضل عندك خطر؟ في خطر على الحياة معلوم. بلكي مثلا أنا ماشي. إيه. بالشارع. إيه. وفي وسقط حد واحد هيك، هو ماشي وأنا ماشي. في واحد تاني ناويله بده كب علي املي وانا ماشي حد ومش عارف شو بده ينطري لاوصل على بيتي، بده كب طيرنا بيناتنا. تفضل. شو هالافكار هيدي؟ افكار هيدي غريبه. بلكي مثلا انا ماشي وفي واحد بده قوس على التاني وما بيصيب منيح، صابني لإلي. مش معقوله في ناس ما بتصيبني اول مره. ايه بس ما فيك تضل تفكر هيك كمان. بدي اسالك سؤال، كيف العالم كله رايحه جايه؟ مش كله، في عالم بتكون رايحه ما بتعود جاي. طيب ما هو حظ الواحد. لا شو بدي اقعد اجرب حظي هلا؟ بس هلا الامن صار احسن بكتير، معك فلتين مثل الاول. بلكي فلت انا ومارك. شوي شوي ما رح يقعد يفلت لانه الجيش عم ببلش ينتشر. بيعلقوا هن والجيش بيفلت. شو بده ليفلت يعني هو؟ طيب فلت او ما فلت، الانسان ما بيموت الا ما تجي ساعته. ايه ساعة تقريبا. حسب بس تجي ساعته. بس واحد هلأ معه رشاش بيدرسك بموتك بلا ما تيجي ساعتك. ها؟ ايه بتكون ايش ساعتك هيك برصاصة فيها، تيجي برصاصة بعبوة بحيالله شي. ايه بس هيدي ساعات اضافية خيف وين. ساعته بينه وبين رب الواحد. طيب الانسان بيتكل على الله وبيمشي. وبلكي اللي حاطت الامبلي كمان متكل على الله. لا هيك صار كتير، ما فيك تحسب هالقد. كل الناس اليوم بتخاف بس بحدود. أنا مثلاً بخاف، بفكر بأشياء، بس ما بخلى شيء بين علي. يعطيك العافية، عم تتمرن علي دائماً هالشغلة؟ لا بس بشدة حالي شوي. ما كل إنسان بعد الحوادث ما عادت أعصابه مثل الأول، فمشان هيك لازم نخلص منها. ما راح تقدروا تخلصوا منها طالما مش عارفين شو هي. حطوا براسكم هالشي يا لبنانية. وهالكتاب يلي أخذ لي كل وقتي تقريباً هو خلاصكن يا لبنانية. ما بالك إذا بقول إنه هالكتاب التلميذ الطالب الموظف العامل رب العمل ست البيت كلهم راح يتهفتوا علي بدون استثناء، يعني راح يلهطوا لهط، وحرام يكون بعد ما نزل بشرفي حرام. طيب يا عبد برأيك شو اللي ناقصك بعد لحتى تنزله؟ يعني ناقصني في 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 شي واحد ناقصني، إنه شو بحط فيه لهالكتاب، عرفت كيف؟ يعني شو بدي حط فيه؟ يعني بدك تحط إنه الشيء الحقيقة. الحقيقة يسلم لي ربك، لأنه ما في شيء رح يفلش إلا الحقيقة. هلأ فيك تقولي لي شو هي هالمؤامرة الحقيقة عن حق وحقيقة؟ مؤامرة كبيرة عملوا علينا ليخلفوا هالشعب ببعض. روقي ليش بدهم يخلفوا هالشعب ببعضه؟ منشان لينفذوا المؤامرة. ايه شو هي هالمؤامرة؟ مؤامرة هالدول الكبيرة. ايه شو عملت هالدول الكبيرة؟ قولوا لي تك تك تك. في مؤامرة أمريكانية. خليكن معي الله يرضى عليكن، أمريكانية عاد. بس شو هي يعني؟ شو بتقول تك تك تك؟ خيي كان المخطط انه بيخلفوا المسيحية والإسلام ببعضهم ليقلبوا النظام. قلب النظام يعني؟ ايه قصص نفوذ بين روسيا وأمريكا. بالنسبة للوفاء الدولي هيدي شغلة بدك تاخدها بعين الاعتبار. عين الاعتبار تبلى بالعمى. مام عن شو عم نحكي قبل؟ هي مش قلب نظام خيي فرج، بقدر ما هي ضرب الفلسطينية واللبنانية ببعضهم منشان يمرقوا الحل السلمي. الحل السلمي يعني؟ بدهم يقسموا لبنان والشرق كله لدويلات، هيك بلشت من الأساس هاي المؤامرة يا أستاذ عبد. تقسيم الشرق يعني؟ كل طايفة بصير إلى دولة مستقلة. هو التقسيم عملته إسرائيل كله سوا مشان تنفذ مؤامرتها عجنوب. إنه المؤامرة عجنوب؟ إيه مش نعمل مؤامرة تبع توطين. توطين وجنوب يعني؟ قبل التوطين، ما إذا احتلوا الجنوب ما بيقعد يصير توطين، عرفت كيف؟ المؤامرة هي التوطين والتقسيم يا لو والتقسيم. ما هو الحل السلمي من ضمن الوفاء الدولي،
كانت محاولة انقلاب على أساس نفوذ للروس. مزبوط. عادوا اتفقوا الأمريكان بياخدوا الشرق والروس بياخدوا أفريقيا. هاي تاب على مؤامرة الحل السلمي يا حبيبي. ما تبلشت ست التاتا وصفت. هو بلش انقلاب على أساس بلا كان تجربوا على هالمسألة. كيلو من الواحد يحفل العسل. لما تحصل الجيش الثاني عمله من مش مسموح ما فهمت شيء في مؤامرة واحدة بس ما في رأي هيدا رأي ما في رأي وراح أدل فرش عليكم لأنكم مش عارفينها مؤامرة مش عارفين أنا شفتكم لا شفتكم واضحة يا عبد وكيف واضحة شو هي يا عبد يا حبيبي عم نشرح لك إياها بس أنت صاير على الآن بكلمة شو هي بدون ما تحس على حالك أنا على الآن بكلمة شو هي؟ إيه يا عبد وحيدة مفهمك إياها بترجع تسأل شو هي لاحظ حالك لأنه مش عم تقولولي شو هي طف شفت شو يعني؟ شو هي؟ لا مؤامرة لا لا شو المؤامرة عملت علينا الدول الكبيرة يا حي سموني بالاسم انتوا عم تقولوا عارفين الحقيقه مش هيك ايه. طيب سموا شو كيف بلش الحرب سموني بالاسم مين ما بيعرف هالشغله بلشت وقت بوسطة عين الرمانة شو بها بوسطة عين الرمانة بوسطة عين الرمانة ولا شو معروفه اجت لعبوني خلصني اسم انت عايزك سريع اللي مين بحط من بحط سميني شازم يا حي شازم اسم واحد عشت الاسامة شو هي بدك تحط انه يعني الفلسطينيين مثلا من الاساس صاروا يعملوا استفزاز ووقفوا الناس يسألون عن الهوية هي هالشغل يعني هيدي الحقيقة؟ ايه هيدي الحقيقة ايه بس مفروض خي فرج تعطيه الصورة الكاملة عن الوضع كيف انفجر ايه ليش مش هيك انفجر اول شيء استفزازات ايه يعني مش الاستفزازات اللي فجرت الوضع بدك تقول له كمان انه في احزاب طائفية تحججت بهالشغلة لتفجر معركة التقصير ايه خي بس ما هجموا عين الرماني اخر شيء وصار بدهم يحتلوا البلد هاجموا لانه عين الرماني بلشت تقصف على الشياح وقتلت الابرياء اللي بالبوسطه مش عين الرماني بلشت القصف بلش من الشياح يا فوز بلش من عين الرماني راجعوا الجرايد شو بدنا بالجرايد هلا انا صاحبي كان هونيك وخبرني كيف صارت خي انا كنت هونيك عم بقول لك القصه المزبوطه كيف صارت مش هيك صارت بلا هيك صارت اذا بتريد سألوا شو ما بدي اسال عم بقول لك اياه هو المزبوط الانعزاليه بدات بمورنه الجيش ايه بس ما قسمتوا للجيش انتوا اللي قسمتوا لا حبيبتي مين اللي واقف مع الغربة ضد الجيش مش انتو؟ كان فيكم تكونوا وطنية على القليل يعني نحن وطنية أكثر من كل العالم يا ست سيدة ايه بس من بعد شو من بعد ما خرب البلد؟ انتو اللي خربتوا البلد انتو والسيادة صحيح؟ ايه صحيح لاحين اللي شمعون وش ميت والأسيس كمان أو جميع اللبنانية على أودي جماعة طائفية مارونية مش لبنانية متغلطة وفي من كل الطوائف شيعة في معنا كمان هودي شيعة مورني بكونوا لأنك طائفة يا طائفية انتو طائفية حرامكم أساسكم طائفية انتو أحزابكم طائفية مارونية ليش انتو أحزابكم مش إسلامية أعوذ بالله أحزاب اجتماعية إسلامية وطائفية كمان عم تحكي انت لو نحن طائفية كان فيك تحكي اللي عم تحكي أنا في أحكي الحاجة أنتم في أطلع أصلاً على الشرقية اطلع أنت ما بتطلع لأنه تفكيرك طائفة ستني عقلي أنت طائفة ما تعلي صوتك شعب فزانة طب وليش فلاش طلع منكم دب ما تقول عيني ولي قد محلك عاش توبة يا جنب اسكت كل حياتكم للطائفة الفلسطينية لما ساعدوكم كنتوا كنتوا بعتيا يا جماعه 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 ي
ناموا كلهم. شو يعني هلا؟ يعني هلا بهالحفلة اللي عملوها أكدوا له للمرضى إنهم عم بيقولوه إني مزبوط. هيك طلعت شغلة هلا، يعني عكس المطلوب تمام. هو هيك مزبوط دكتور، بس في بعض إشي عم بيقولوها المرضى صحيحة نسبيا. ما فينا نقول هيك كمان، على أي أساس عم نعالجهم نحن؟ لا إنه قصدي الحديث مثلا بموضوع مثل المؤامرة نفترض، مش مضمونة نتيجته، لأنه كل ممرض أو ممرضة عنده رأي. ما في رأي، في مؤامرة بدون ينعوه فيها، ما في رأي، شو كل واحد على رأيه؟ طيب مع عبد الأمير هيك عم بيقول دكتور. ايه معه حق، ومفروض كان يفهموا إياها مش يتخابطوا. ما لا يفهموا إياها دكتور، مفروض يكونوا عارفين شو هي. لك شو هي؟ مؤامرة أمريكانية، مخطط أمريكاني. أوكي بس شو هي؟ لك هاي هي ما عم بقول لك إياها. منيح دكتور، بس إنه يعني المؤامرة على الفلسطينية ولا على المسيحية ولا على النظام، هون المشكلة. طيب يعني هاي شغلة بيسوى يفهمون إنه شغلة كل واحد عنده رأي. ما هيدا اللي عامل لك يا دكتور. إيه بس مش معناتها بيصير مشكل. هو بيناتنا دكتور، بيناتنا يعني فرج اللي على بطائفي. فرج؟ إيه دكتور، بلش يسمي بالأسامي ويعطي حجاج بيعطوها إجمالاً أحزاب الطائفية. غريب، منه طائفي هو، بعرفه منيح أنا. عم قلك اللي صار دكتور. إيه بس قد ما كان يعني ما بتتصدق إنه شخص من الشرقية يقعد يحكي طائفياً هون. بيحكي ليش ما بده يحكي؟ هون المنطقة غير هونيك، في يحكي اللي بده إياه ما حدا بيتعاطى معه. مش قصة مناطق هلا يعني شو؟ هونيك كمان في يحكي ما حدا بيتعاطى معه. مش قصة مناطق يعني. بس قصدي أقول في يكون طائفي يجي لهون. هونيك إذا واحد مش من رأيهم يعني. إيه مش مثل هون؟ لا والله. أنا عندي أصحابي إسلام طلعوا هديك الليلة وسهروا عندي وسربوا الساعة 10 بالليل. ووصلوا وتلفنوا لي وما فيش. إيه طيب ما حسب ما تسائل. جارنا طلع الساعة 10 بالنهار، إيه بعده لليوم مختفي. طيب. الله بصير زعرانات يعني ما بقول لك شو. ليش هو ما بصير زعرانات؟ في بس ما بتشوف مسلحين بالطرقات مثل هونيك؟ مين قال؟ أنا هديك النهار جايب سيارتي، فزوا علي مسلحين وحطوا لي شريدة هيك بوجهي. إيه طيب، هونيك حواجز قدام الجيش عم بتصير. إيه، بيضل اسم الناس لبنانية على ليلة. لبنانية إيه، بس ما عملوا دولة وخلصوا. ما شو هو التقسيم يعني؟ مش هني بلشوا التقسيم. التقسيم بلش من هون، إذا بدك المزبوط يعني. لا مش من هون بلش. بلا هالموضوع على كل. بس من هون بلش. لا مش من هون بلش. بلا هالموضوع. على كل بالنسبة للمرضى هلا، ابتداء من بكرة على بكرة أبو ليلى وعمر بنقلوا على غير قسم، والباقيين بنفرقهم عن بعضهم لما يعود في مجال النقاش، بنبلش لهم بجلسات كهرباء على مدة جمعة. أبو ليلى أبو ليلى. رايحة معكم بالأونطار تفليك عندها الأرز عراس وغير شو عندها يشري في تفاحة يا ما شاء الله إن شاء الله ما يضربها الله في عندها البيض
تفضلوا مع فواز اذا بتريدوا. لوين؟ ما نقولين على غير قسم. ليه شو السيرة؟ هيدي أوامر الدكتور. منيح القعدة هون، شو بها لا؟ شغلي مش من اختصاصكم، تفضلوا. يلا تحرك انت ويا روح. طب اختصاص يعني؟ اه. وين رايحين؟ عاصمة العجزي. العجزي؟ أي عجزي؟ عم بعرف يا خيي شو بقول؟ العجزي رح شوف الحكيم؟ لا بشوف الحكيم وبعدين بشوف العجزي. ولو على العجزي سيمبا عجلت يعني. قاسم نزار ادوار تفضلوا. لوين يا مس عايده؟ ما في شيء، رح تقعدوا بغير اوضه. فرج نجاة تنزلوا معنا على الاول. شوفي بالاول، شوفي بالاول، حكوني شوفي بالاول. يلا يا نزار، يلا مبروك. بلحقونا الرفاق، يلا بلحق كل الرفاق. يلا جاي مس عايده، ممكن نعرف هالشيء اللي عم بصير؟ شو هالاجراءات هي برايك؟ شو بتفسري لها يا مس؟ شوفي بالاول، غامض الاول بضل. هاني تفضل معي. لوين يا مسعد؟ فيك تجاوبينا على السؤال؟ بنحب نعرف. هاني جاوبينا يا مسعد. انت عايدة عايدة شو بدك رشيد؟ شو بدك؟ وين اخذوهم؟ اخذوهم لتحت على جنينة. جنينة؟ هاي جنينة؟ جنينة المستشفى تحت. جنينة؟ ايه جنينة المستشفى تحت. لا عم تضحك انت. لا مش مصدقني، مبين عليك مش مصدق. لانه ما في جنينة، لانه بلا. بس انت من شباكه وما تشوفها. حجي امير. لا نحن ما اخذونا اذا جنينة شي مضبوط. لا نحن ما اخذونا على جنينة. لا انت رايق كتير، هبقى شو رح ناخذك على جنينة عشان هيك. عم تكذب انت، بلا عم تكذب يا امرا. انت عم تكذب، عم تكذب. Get up!
خلينا بالجو اللذيذ اللي كنا فيه مبارح، عم نعبر عن رأينا بشكل كتير طبيعي. إدوار. نعم. شو يا إدوار؟ أنت شو بدك تقلن للشباب؟ عن شو؟ عن محمود مثلاً. خيي محمود لبناني مثله مثلي. إيه وشو كمان؟ وكمان كل حياتنا عايشين إخوة إسلام ومسيحية مع بعضنا. إيه وبعدين؟ منين جابولنا هالطائفية؟ لا ما حدا يردوا. مزبوط، منين جابولنا هالطائفية؟ خي هيدي مؤامرة كبيرة. لحظة عبد، هلأ بتجاوبوا لي زبطها بس. قولا كلها يا إدوار ورا بعضها. كل حياتنا عايشين إخوة إسلام ومسيحية مع بعضنا. مع بعضنا. أيوة. منين جابولنا هالطائفية؟ تمام. هلأ يا عبد فيك تجاوبوا مثلا. جاوبوا، شو كنت بدك تقلو؟ بدي قلو إنه هيدي مؤامرة كبيرة عملوها علينا ليخلفوا هالشعب ببعضه. وشو هي يا عبد؟ مؤامرة كبيرة كتير، مؤامرة عملتها هالدول الكبيرة ومؤامرة أكبر منها. ايه وبعد في وحدة نسيتها، مؤامرة. مؤامرة. مؤامرة أمريكانية. مؤامرة أمريكانية. أمريكانية. ايه وفي كمان يلا كله المتفقين مع بعضه. برافو عبد. بيقدر يقول كمان مؤامرة إمبريالية. لا، إمبريالية محصورة شوية نزار، مش كل العالم بتعرفها. أمريكانية معروفة أكتر هيك، شعبية بتحسها، بدنا شي يكون لكل العالم مش هيك؟ طيب يا عبد، وإذا كل واحد فسر المؤامرة عزو شو بتعمل؟ لا، كل إنسان عنده رأيه بالحياة. خيام بيبقوا من فرد بيهم، كل واحد بيطلع شيء. برافو رشيد، برافو. شو قال رشيد؟ عم بيقول انه خيان بيبقوا من فرد بي وام، كل واحد بيطلع شيء. برافو، هيك خلي حديثنا يكون طبيعي. طيب رشيد، قلنا هلا اذا قاعدين هيك بمجتمع وعم نحكي عن الوضع مثلا، انه ليش هالوضع هيك، شو منقول؟ الشعب عم بيستغلوا الزعمة والزعمة مع الطريق. لا يا رشيد، ولا بالقلب هيك، الزعمة عم يستغلوا هالشعب والشعب معطر. طيب وعن العالم بالبلد شو اتفقنا منقول؟ الزعمة عم بيستغلوا هالشعب. اوكي خلصنا من هيدي، اذا بدنا نقول شي تاني غيره عن البلد عن العالم شو اتفقنا منقول؟ ولو يا رشيد مين بيعرف؟ ايه ادوار منقول ولك يلا حرب فوضى وبلد كله فوضى بفوضى. ايه بعرفها. مزبوط، مش لازم تنساهم يا رشيد، ضل عيدهم براسك ما بتعود تنساهم. بصيروا يطلعوا منهم لحالهم. ايه لانه مش طبيعي. طيب هاني قلي هلا، اذا الانسان وقفوه مسلحين هينوه او ضربوه مثلا، ضروري هالشي اثر على نفسيته؟ لا، بصير تجاوزات، هذا شيء طبيعي، كل حرب بصير فيها تجاوزات. بصير تجاوزات ان كان هون ولا هونيك، ما تنساها هاي. مش نسيها، نسيتها شوي. أيوة ها، هيكون عم تتحدثوا بشكل كتير طبيعي، شفتوا؟ ما بدا شي أبدا. طيب يا نزار قلنا هلأ، هيدي قصة الخندق وما الخندق والعرب ضدكم ومعكم بالخندق، كيف بتفسرها؟ نحن في خندق واحد مع العرب تكتيكيا، اما استراتيجيا فهن بخندق ونحن بخندق. عال. طيب وكيف هالأنظمة العربية معكم بالخندق وهي بفرد خندق مع ال شو بيقولوا لها هيدي؟ الرجعية. الرجعية، ايه كيف هيدي؟
نحن تحالفنا مع الجماهير العربية مش مع الأنظمة، فهام يا نزار؟ ايه بس هاي ما تقولها. ايها ما تقول فهام يا نزار، فواز عم بقلك ياها لعلك مش لتقولها. ايه هاي بقولها بقلبي. ايه طبعا. عطيك العافية. الله يعافيك. كيف رضاك يا عشان؟ ممتازين دكتور. بالنسبة لقاسم ما عاد صار شيء؟ لا دكتور بعده ما عم يحكي. هيدا الأفضل انه نايمه كم يوم ليكون رجع جسمه يتحمل الكهرباء، ريح له يا زلمه. رح نقله على غرفة وحده. ايه بسم. كيف الشباب؟ حكيم زعما عم بيستغلوا الشعب والشعب عطل. كل حياتنا عايشين اخوة اسلام ومسيحية مع بعضنا، منين جابوا لنا هالطائفية؟ هاي مؤامرة كبيرة عملوها علينا ليخلفوا هالشعب ببعض. هلا ان كان هون ولا هونيك بصير تجاوزات، شي طبيعي، كل حرب بصير فيها تجاوزات. لك يلا حرب فوضى وبلد، حرب فوضى وبلد، كلها فوضى بفوضى من الأساس. يعني هلا إن كان هون ولا هونيك مؤامرة عمل كنا شيء طبيعي، كل حرب كلهم متفقين مع بعضهم. يعني من جبهون طائفية. هلا أنت إذا التقيت بالحجي مثلا وسألتك شو معقول يصير شو بتقول له؟ والله يا أم جهاد ما حدا عارف شيء من شيء. طيب وأنتم ما بتعرفوا؟ يعني كل الاحتمالات واردة يا أم جهاد. يعطيك العافية يا شباب، يعطيك العافية. ايه وبتفهمي أهلهم بيداوموا على أدوية فترة لما نقطع فجأة وبيطلعوا لأحد، ما في مشكلة. طيب أوكي. لا وضعهم كتير منيح. يا شباب ببشركم رح نتصل بأهلكم ليجوا الأحد ورح تطلعوا من المستشفى. مش منيح؟ قدي رح ينبسطوا هلكم فيكم بس رح يعرفوا هالخبرية. شو يا عبد؟ قدي رح يكونوا هلكم مبسوطين فيكم؟ كتير. مش هيك؟ أنا بقول ما رح يصدقوا عيونهم، أنتوا شو بتقولوا؟ شو رشيد؟ الزعمة عم بيستغلوا الشعب والشعب. لا يا رشيد مش عم تسألك عن هون، تسألك عن أهلك. وإذا بتعملوا لهم شي حفلة صغيرة بهالمناسبة قد إيه بتطلع حلوة منكم؟ هاني مثلا بيعزف لهم شي على الكمانجا وبننبسط كلنا سوا مع أهلنا، مش تمام؟ بلا تمام. شو رأيكم إذا منعيدهم مرة أخيرة قبل ما نقوم نتغدى؟ يلا يلا. إن كان هون ولا هونيك بصير تجاوزات، شي طبيعي، كل حرب بصير فيها تجاوزات. يلا حرب فوضى وبلد كلها فوضى بفوضى من الأساس. مؤامرة أمريكية. ما حدا عارف شي من شي. زعما بيستغلوا الشعب. كل حياتنا عايشين إخوة إسلام مسيحية مع بعض. مؤامرة أمريكية. كل الاحتمالات والشعب ما حدا عارف شي من شي. هلا إن كان هون ولا هونيك بصير تجاوزات، شي طبيعي، كل حرب بصير فيها تجاوزات. خيلك بصير تجاوزات، إن كان هون ولا هونيك بصير تجاوزات، ما تفكر. شي طبيعي خير، طب يصير تجاوزات، كل حرب هيك الا ما يصير فيها تجاوزات. اليوم انت انسان ما تاخذني بالكلمه، يعني بدك تسير الكل ولا بيطلع لك واحد بروحك لشو لو توجع راسك. شي طبيعي خي، ساعات اللي بدي صفي سلاح بين ايدين العالم شو بتتوقع يعني؟ لك يلا حرب فوضى. حرب فوضى. والله حرب فوضى وبلد يا خيي كلها فوضى فوضى من الاساس. من الاساس حدا عارف شي من شي بقى يا شيخ؟ ابدا تحت التاصل ما حدا عارف يا ولد. وهلا تعال فكر شو معقول يصير بعد؟ وين رايحين؟ وين بدنا نصفي؟ ربك علي. والله بهالبلد كل الاحتمالات وارده، ما حدا عارف شي من شي. اي والله يا اخي.
ما طالما هالزعماء عم يستغلوا هالشعب والشعب معتر، شو بتريد يعني؟ كلهم متفقين مع بعض وخلصني بقى. وانا بقول لك يعني اذا مش كلهم قابضين بعزك على رقبتي انا. هي للحقيقه هالطائفيه اللي خربتها. منين جيبوا لنا الطائفيه؟ اي والله من برا. مؤامرة كبيرة يا اخي، مؤامرة مدروسة عملوها لغرفوا الشعب بعضهم. وهالدول الكبيرة مش متفقة مع بعضها فكرات؟ ما متفقة. متفقة اكيد. مخطط امريكاني غير. اي والله. بترول عم يطفو. ادوار جميعاً. وبهالمناسبة الحلوة بحب المستشفى نضيفكم شيء باسم الشباب اللي طالعين اليوم. شكراً. سمعوني يا هاني ليلة حب. يلا رشيد شو حاسس؟ شو بك رشيد؟ طبيعي شي طبيعي. معلوم طبيعي. طبيعي رشيد مضايق من شي؟ طبيعي منيح طبيعي. طب ليش صرخت على العالي؟ منيح رشيد ليش صرخت على العالي؟ منيح طبيعي منيح. رشيد ليش صرخت على العالي؟ صرخت على العالي؟ ايه انا صرخت على العالي. ايه يا رشيد ما صرخت على العالي. بلا يا رشيد ما صرخت على العالي. بلا يا رشيد صرخت. صرخت عم شيء كنا مفكر بشيء بس ما صرخت على العالي. بلا يا رشيد منيح شو؟ طبيعي ما في شيء بس فكرت شيء بس مش منيح كفي هذا منيح